هنبدأ دلوقتي بقى إن شاء الله المحاضرة الثالثة بتاعتنا، هي فيها شوية حاجات كتيرة هنتكلم فيها، الانجن تايبس والجيومتري والبرفورمانس والتشارجينج. تمام، كل الكلام ده هو أساسا الطبيعي إن ده كان المفروض أول حاجة بنبدأ بيها أول محاضرة. تمام، بس نتيجة بس الترتيب فدي اللي بنبدأ بيها إيه اخر حاجه. فيهم حاجات ممكن عدت عليكم في السيرف كومبشن السنه اللي فاتت اللي هو الترم اللي فات، وفي حاجات هتبقى لسه ايه بنعرفها. اول حاجه عايزين نتكلم على الكومبشن انجنز كلاسيفيكيشنز. يعني ايه انجن الاول؟ احنا بنقول كومبشن انجن، يعني ايه انجن؟ انجن بصفه عامه، كلمه انجن دي معناها ان دي ديفايس بتاخد فلويد انرجي وبتحولها لميكانيكال انرجي. تمام، الفلويد انرجي ديت زي ايه؟ يعني مثال ايه الانجن؟ البنزين، موتور العربيه. تمام، ده انا بعمل كومبشن، بدي احنا لما خدنا في الفيرست لو والسكند لو الكلام ده كله احنا بنعمل ايه بالكومبشن؟ بنحول الفيول انرجي لانصلبي لدرجه حراره وضغط عاليين، يقوم دولت يحركوا لي البيستون، يقوم البيستون مديني ايه؟ ميكانيكال باور. تمام، فاتسمى كومبشن انجن. تمام، طب احنا مثلا في محطات الكهرباء اللي بتشتغل الستيم باور ستيشنز اللي بتشتغل بالبخار، مش انا بيبقى عندي سوبر هيتد ستيم داخل على تورباين وباخد منها باور؟ فالفلويد دلوقتي هو مين؟ يبقى الانجن قصدي الاول دلوقتي مين؟ التورباين. ايه الفلويد اللي فيه انرجي اللي داخل عليها؟ السوبر هيتد ستيم، يلففها واخد منها باور. تمام، طب هل انا كل الفلويد انرجي اللي بتدخل ديت على الانجن اللي عندي كلها باخد منها باور؟ لا، في جزء يوسفول بستفيد بيه وفي جزء بيروح لوسز. تمام، طب احنا عندنا نوعين اساسيين من الانترنال من الكومبشن انجنز، انترنال كومبشن انجنز لو عنوان الماده بتاعتنا اساسا، واكسترنال كومبشن انجنز. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ كلمه انترنال واكسترنال هي موضحه المفروض الفرق. يعني لو انا بعمل الكومبشن بروسيس والباور اكستراكشن في نفس المكان من نفس الوركينج فلويد يبقى ده انترنال كومبشن انجن، زي المواتير العربيه الموتور العربيه العادي. انا بعمل الكومبشن جوه الكومبشن تشامبر، تمام، وباخد الباور جوه الكومبشن تشامبر، والفلويد اللي بيديني الباور هو الاكزوست اللي حصل نتيجه ايه؟ الكومبشن. تمام، طب المثال التاني اللي لسه قايل لكم عليه اللي هو بتاع الستيم تيرباين، هو البخار ذات نفسه السوبر هيت ستيم اللي بيعدي على التيرباين هو ده نتيجه الكومبشن؟ لا، امال الكومبشن انا عملته فين؟ في البويلر. البويلر ده عمل ايه؟ سخن الستيم، الميه بقت ستيم، والستيم ده هو اللي راح ايه؟ على التيرباين. تمام، يبقى هل نفس الفلويد اللي عمل الكومبشن هو اللي عمل الباور؟ لا. هل مكان الكومبشن هو مكان الباور؟ لا. يبقى الستيم تيرباين ديت البويلر بقى بالستيم باور ستيشن دي كلها اكسترنال كومبشن انجن، ان انا بعمل الكومبشن في مكان غير اللي باخد منه الباور وبديفرنت وركينج فلويد. تمام، بستخدم ساعتها الكومبشن فقط كهيت سورس. تمام، علشان كده بستفيد من الموضوع ده في الاكسترنال كومبشن انجن ان انا استخدم فاريبل فيولز عليه. تمام، يعني انا البويلر ده ممكن اعمله يشتغل مثلا بغاز طبيعي، يشتغل بمازوت، يشتغل بفحم، فرقه معايا في الاوتبوت عندي عامل ازاي ولا فرقه معايا؟ انا اللي يهمني انا باخد سوبر هيتد ستيم، منين بقى ماليش دعوه. تمام، فده الفرق ما بين الانترنال والاكسترنال كومبشن انجن. زي الصوره دي بالظبط، الانجن العادي بتاعنا لو انترنال كومبشن انجن، تمام،
وعندنا الاكسترنال كومبشن انجن اللي هو بيمثل لنا هنا ايه اللوكوموتيف ديت اللي هي الستيم لوكوموتيفز القديمه. شوفوا انتوا في الافلام القديمه لما بيشغلوا القطر ما بيشغلوه بالفحم، هي نفس الفكره بالظبط. القطره دي كلها كانت شغاله بالستيم، تمام؟ الستيم ده بيجي من ان انا بحرق فحم، فاول اسخن بيه الميه تبقى ستيم واخد منها الباور بتاعتي. ابلكيشنز الانترنال كومبشن انجنز كتيره قوي عندي. طبعا عندي اللي هي العربيات العاديه بتاعتنا، العربيات النقل، القاطرات، الطيارات، المراكب، كل دول بستخدم فيهم internal combustion engines. الديزاينز بقى بتاعت الانجن كتيره قوي، تمام؟ اول واشهر نوع هو مين؟ الانلاين. ده اللي موجود تقريبا في كل العربيات اللي ممكن تشوفوها عاديه، تمام؟ في شويه عربيات بتبقى الافضل شويه بتبقى ايه الفي تايب، اللي هو الشكل البيستونز واخده حرف في، تمام؟ في بقى انواع تبقى دبليو ثلاث، يعني البيستونز كده وكده، وفي بيستون كمان ايه في النص، تمام؟ وعندنا في الاوبوزد سيلندر، البيستونز عكس بعض كده، تمام؟ وفي بقى الراديال انجن، وده اللي موجود فين؟ ده في الطيارات، بس مش هو الجيت انجن اللي بيطير الطياره. الطيارات اللي بمراوح اللي بتشتغل بانترنال كومبشن انجن بتبقى هي اساسا ايه راديال انجن، تمام؟ كل الفكره في الانجنز دي كلها هي ايه بالظبط؟ انا عايز اكبر الميكانيكال باور من اصغر حجم الانجن ايه ممكن، تمام؟ يعني مثلا ايه اللي خلاهم ينقلوا من الان لاين للفي تايب مثلا؟ طب ما انا ممكن مثلا، يعني انت تسمع عن الفي 8، الفي 8 ده يعني ايه 8 سلندر على شكل حرف ايه في، حجمه قد ايه؟ زي الاربعة بتاع الانلاين، مش زي الاربعة بتاع الانلاين قوي يعني، بس لو الاربعة بتاع الانلاين كده اهمت، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، بتلاقي الفي كده اهو واحد اتنين تلاتة اربعة، تمام؟ طب انا ليه ما عملتوش انلاين 8؟ بالظبط، هيبقى طويل قوي، تمام؟ هجيب الثمان سلندرات جنب بعض ازاي في عربية زي ديت؟ هحتاج اعرض العربية ايه؟ جامد قوي. عشان كده حتى فاكرين العربيات الامريكان البيوك والحاجات القديمه قوي ديت كانت مواترها بتبقى 6 و8 سلندر فوات ان لاين، بس كانت بتبقى العربيات دي ايه عريضه جدا عشان الموتور ده يقدر يتحط كده ايه كله، او كانوا لما بيقدروش يحطوا الموتور بالعرض كده كانوا يروحوا عاملين الموتور ايه بالطول، وتلاقي الكبوت ايه طويل قوي واخد يمكن اكتر من تلت طول العربيه، تمام؟ مش هيقدروا يحطوا الانجن ايه بالطول، وكنت تفتح الكبوت تبص فيه تلاقي الكبوت فاضي اساسا. يعني تفتح الكبوت تلاقي الانجن بالطول كده ورج البوكس على طول، وشويه بقى الايرب والحاجات ديت وبقيه الانجن ايه؟ فاضي. تمام؟ فالفي تايب خلاني ان انا اختصرت المساحه عندي وعملت الانجن ايه؟ حجمه اصغر. نفس الوضع في الدبليو. تمام؟ خلاني اختصرت برضو ايه؟ الحجم، ان بدل ما كانت الاريا بتاخد اتنين خليتها تاخد ايه؟ تلاتة. والميزه في كل دولت ان كل دولت بيبقوا على نفس الكرانك شافت الواحد اللي بيلفف لي الانجن كله. تمام؟ فانا كل ما هصغر عرض الانجن كل ما الكرانك شافت حجمه ايه؟ هيقل. لما الكرانك شافت حجمه يقل وزنه يقل، بالتالي التكلفه هت ايه؟ هتقل. يبقى انا لو ثلاثة انجنز نفس العرض، واحد انلاين اربعة سلندر، وواحد في تمانية سلندر، تمام؟ وواحد دبليو اتناشر سلندر، التلاتة
دول تقريبا الكرانك شافت بتاعه هيبقى ايه مثلا واحد تقريبا نفس الطول ونفس الوزن تمام، بس زودت في وزن طبعا السلندرات والكام شافت والفالفات والحاجات دي كلها والسلندر هيد والكلام ده كله تمام، بس في المقابل خدت باور اعلى بكتير جدا تمام. اللينير او الاوبوزد سلندرز ديت تمام اللي هم ده بس موريك اللي هو الديزاين بتاع ايه الانجنز من جوه. الاوبوزد سلندرز ديت تمام، هل دي موجوده في عربيات؟ لا موجوده في عربيات بيسموها في اوقات الفلات انجنز، موجوده في بعض انواع الاودي. الاودي في منها عربيات بيبقى الموتور فين؟ لا مش في الظهر، في الظهر وفي بقى قدام، في موتور بيبقى تحت في النص تحت. في عربيات بيبقى الموتور تحت ليه؟ هو استفاد ان كل ما الموتور هو الموتور ده يعتبر اتقل حاجة ايه؟ في العربية. كل ما بيبقى اتقل حاجة مقربة من الارض كل ما السنتر اوف جرافيتي بيبقى ايه؟ اقرب للارض، كل ما الاستابيليتي في العربية ايه؟ بتزيد تمام؟ فلما الموتور يبقى تحت هياخد ايه؟ هيبقى السنتر اوف جرافيتي بتاع العربية واطي، فهتبقى العربية ستيبل اكتر. بس هل انا اقدر احط موتور عادي ان لاين او اي حاجه من الكلام ده كله تحت الكراسي؟ الناس هتقعد فين بقى؟ مفيش مكان. فبالتالي عشان اعمل المكان ده بعمل ايه؟ بخلي الموتور ايه الاوبوزد ده او اللينير او الفلات موتور تمام، بخلي الموتور مسطح، البساتم كلها مفروده ايه بالعرض كده تمام، يعني حركه البساتم يمين وشمال مش فوق وتحت زي ايه العربيات العاديه تمام. طبعا تاخدوا بالكم ان الفي تايب ان البيستونز راكبه على ايه؟ على الكام شافت واحد زي ما قلنا، الكرانك شافت واحد، والدبليو برضو على كرانك شافت واحد، والراديال على كرانك شافت واحد، لان كلهم لازم بيلففوا ايه؟ شافت اوتبوت واحد بس طالع من الانجن تمام. فبتختلف الكونفيجريشن بتاعت الانجن على حسب ايه؟ انا نوصله ازاي؟ يبقى احنا كده قلنا كلاسيفيكيشنز بالابلكيشن والانجن ديزاين تمام؟ كلاسيفيكيشن الثالث بالوركينج سايكل. لا هو كرانك شافت واحد اهو زي ده كده اهو. أو لا مش ثلاثة سلندر، احنا بنبص له بالعرض، احنا بنبص له كده يعني في الوش بتاعه شايفين الثلاثة سلندرز، انما اهو زي ده مثلا كده اهو الدبليو ده اهو، انت هنا ادي عندك في بيستونز اهي بيستونز اهي وبيستونز اهي، بس هنا عندك مثلا ادي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة نفس الكرانك شافت. الكلاسيفيكيشن الثالث اللي هو بالنسبه للوركينج سايكل، في حاجه عندي اسمها فور ستروك سايكل وحاجه اسمها تو ستروك سايكل. خدتوا الكلام ده الترم اللي فات ولا ما خدتوش؟ تمام خدتوه، هنراجعه بس ايه في السريع نفتكره مع بعض. واخر حاجه او الكلاسيفيكيشن الثاني قصدي يعني دلوقتي هنا اللي هو الفيول تايب، جازولين بقى ديزل او ناتشرال جاز. في كلاسيفيكيشن كمان على حسب الميثود اوف فيول ميكسينج. انتوا المفروض خدتوا مواتير الديزل صح؟ خدتوا الديزل وخدتوا الجازولين تمام؟ الجازولين ايه نوع الميكسينج بتاعه؟ هوموجينيوس. يعني ايه؟ ايوه يعني دلوقتي اللي بيدخل السلندر عندي ايه في الانتيك؟ فيول ما ميكسينج ميكسينج ما ميكسشر فيول وإير بالظبط، ميكسشر من فيول وإير تمام. طب الديزل إير بس بالظبط، بيتسمى الميكسينج ده هيتروجينيوس،
ان انا بعمل الانتيك هوا بس وقرب اخر الكمبريشن اروح مدي ايه الفيول عامل له انجكشن. تمام. طب الميثود اوف اجنيشن برضو تفرق من جازولين لايه لديزل. الاجنيشن في الجازولين بايه؟ سبارك بلاج. طب وفي الديزل بالظبط اللي هو السيلف اجنيشن، ان انا بوصل الفيول لدرجه حراره ايه السيلف اجنيشن بتاعته اللي يقوم من نفسه هو ايه مولع. تمام. برضو الكلاسيفيكيشن الثاني الميثود اوف لود كنترول، بتحكم في اللود ازاي؟ ستروت الفولف بتحكم فيه ده في جازولين ولا في ديزل انجن؟ في الجازولين. في الجازولين لو بتحكم في الجازولين في ستروت الفولف بتحكم في كمية ايه؟ الاير اللي داخل، الاير اللي داخل وبالتالي الفيول هو كمان. تمام. طب في الديزل هل في ستروت الفولف في الديزل؟ مفيش ستروت الفولف في الديزل، الديزل انستروتلد مفيش ستروت الفولف. امال بتحكم في ايه؟ في كمية الديزل فيول اللي بعمل له انجكشن جوه السلندر. تمام. المسة بتاعت الكولينج يا ووتر يا اير كولد. تمام. نتكلم على الاوبريتنج سايكلز. السايكل بتاعت الفور ستروك انجن تمام هما الاربعه انتيك كومبريشن كومباشن اكزوست. تمام. الانتيك فالف بيفتح الاول ادخل الهواء، بعد كده التو فالفز يعني اقول انتيك اهو الانتيك فالف فتح، وانا بعمل الكومبريشن التو فالفز ادي الانتيك، الانتيك فالف فتح، بطلع اعمل الكمبريشن تو فالفز قافلين، ادي السبارك او على لو ده ديزل هيبقى لما اوصل السيلف اجنيشن يولع، وانا طالع بعمل الاكزوست يبتدي الاكزوست فالف ايه يفتح. تمام. الاجزاء الاساسيه بقى بتاعت الانجن عندي ايه؟ الأجزاء الأساسية طبعاً عندي الكرانك كيس تحت اللي فيها جواها كرانك شافت، ودي اللي بيبقى جواها الزيت اللي هو بنسميه الجزء اللي هو كارتيرة الانجن، الكارتيرة بتاعت الموتور من تحت دي اللي هي الأويل سام اللي هي فيها الزيت. تمام. الكرانك شافت بيلف ونتيجة اللف بتاعه ده بيطلع لي البيستون يعني بيوصل بيلف كونكتنج رود، والبيستون بيبتدي يطلع ايه وينزل معايا. تمام. طبعا السلندر ده فيه جروفز من جواه حوالين البيستون للكولنت لمية التبريد اللي هي الحتة دي كده، هي دي كده هنا وهنا. طبعا هو في الداير كله، احنا عشان واخدين بس ايه كروس سكشن فيه، ف ميه التبريد بتعدي من هنا. طبعا عندي هنا السبارك بلاج لو انا جازولين انجن، لو انا ديزل هيبقى عندي السبارك بلاج دي؟ لا. عندي طبعا الانتيك والاكزوست فالفز اللي بيتحكم فيهم الكام شافت اللي بيبقى موجود فوق السلندر هيد. تمام. بيبقى موجود هنا الكام شافت في الحته دي كده عشان يحرك لي الفالفات، وال وطبعا الانتيك والاكزوست مانيفولد. تمام. طبعا احنا عارفين ان البيستون لما بيتحرك من تحت لفوق بيتحرك من حاجه اسمها البوتوم ديد سنتر لحد التوب ديد سنتر. تمام. المسافة اللي هو بيتحركها ديت من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر الفوليوم ده اللي بنسميه ايه؟ ال في دي اللي هو الديسبليسمنت فوليوم بتاع الانجن. تمام؟
طب مش في حته صغيره فوق هنا اهي دي، دي هل البيستون بيوصل لها؟ دي بتتسمى ايه؟ الكليرنس فوليوم. طب اسالكوا سؤال، انت لما بيقول لك العربيه ديت 1600 سي سي مقصود بيها ده الفي دي ولا الفي دي والفي سي؟ الفي دي اللي بيطلعها الانجن. ها الفي دي اللي بيطلعها الانجن ماشي. انت مش مهندس؟ اه في دي وفي سي. في دي بس. ها في دي بس ايه؟ خمم لا خمم على اساس مش فاتي وخلاص. هو في هو الفي دي بس تمام. ليه الفي دي بس؟ هو هل انا بستفيد من الفي سي في حاجه؟ هل انا بوصل له اساسا؟ لا بستفدش منه في حاجه تمام. انا بستفيد من الفي دي اللي يعتبر بيتملى بفريش تشارج جديده. هو مين؟ الفي دي بس. لان انا خدوا بالكم هل انا وانا بعمل الاكزوست انا بطرد كل الاكزوست بره؟ البيستون بيفضل يطلع لحد ما يوصل للتوب ديد سنتر. طب الفي سي ده مش فيه شويه اكزوست؟ هل طلعوا؟ ما طلعوش. لما باجي انزل اعمل الانتيك بملى مين؟ الفي دي بس تمام. فلما يقول لك الانجن 1600 سي سي مثلا معنى كده ان ده الفي دي بتاعه. انما الفي سي وظيفته ايه معايا او بستخدمه في ايه؟ عشان البيستون ما يخبطش في الفالفات. والفي سي ده بيحدد لي حاجه اللي هي اللي اسمها ايه؟ الكومبريشن ريشيو. الكومبريشن ريشيو اللي هي عباره عن ايه؟ حجم السلندر التوتال على يعني الماكسيمم على المينيمم فوليوم بتاع السلندر اللي هو الماكسيمم مين؟ بالظبط الفي دي بلس الفي سي على المينيمم اللي هو الفي سي. ده اللي بيديني الكومبريشن ريشيو بتاعت الانجن. طب الكومبريشن ريشيو بتاعت الانجن ديت بتفيدني بايه؟ اعرف كميه الباور. انا ببقى عايزها تزيد ولا تقل ولا مش فارقه معايا؟ زي كل ما زاد بس ليه؟ عشان تسوي هو حلو في كله بس الجزرين صعب يعني. طب نمشيها نقطه نقطه. انتوا قلتوا كل ما بنزق ما بنقلل ما بنزود الكومبريشن ريشيو دي كويس. ليه؟ معنى ان احنا قللنا الكومبريشن ريشيو قصدي زادت الفي سي حصل له ايه؟ صغر. لما الفي سي يصغر مش الفي سي ده هو اللي بيحصل فيه الكومبشن؟ مش انا بعمل الكومبشن تقريبا لما البيستون بيبقى خلاص داخل على التوب ديد سنتر؟ يعني بعمل الكومبشن في الفي سي لما انا اعمل كومبشن في حجم صغير البريشر والانسولبي هيبقوا ايه؟ عاليين قوي فاخد باور ايه؟ اعلى. فكل ما الكومبريشن ريشيو زادت افضل لي. بس معنى الكومبريشن ريشيو لما تزيد بوصل لحته هو مش انا كل ما بضغط اكتر درجه الحراره بتزيد؟ طب لو انا زودت الكومبريشن ريشيو جامد قوي درجه الحراره هيحصل لها ايه؟ ممكن تحصل لوحدها بالظبط. درجه الحراره ممكن تعلى جامد قوي معايا. لما تعلى جامد قوي يحصل ايه؟ في الجازولين انا اللي جوه الانجن اللي جوه البيستون ايه؟ ايرو فيول. فممكن اوصل للسيلف اجنيشن تمبريتشر بتاعت ايه؟ بتاعت الفيول. فيقوم الفيول مولع قبل ما انا عاوزه ايه؟ يولع واديله السبارك بتاعتي تمام. لو ولع بدري والبيستون بيطلع لسه هيبقى بيعاكس حركه ايه؟ البيستون. فهيبقى بيعمل لي اساسا ايه؟ لوسز. علشان كده العربيات اللي هي الهاي اند شويه بي امات ومرسيدس او مش هاي اند اللي تربو تشارجت بصفه عامه تعتبر كلها دلوقتي يقول لك لازم تحط لها بنزين ايه؟ 95 عشان الاوكتان نمبر بتاعه اعلى فالريزيستنس للسيلف اجنيشن اعلى شويه تمام. فبالتالي بنقول يفضل فيها يستخدم ايه؟ بنزين 95. طب حتى في عربياتنا العاديه بتستخدم لها 92 عادي.
لو حد جرب حط العربيته بنزين 80 هتلاقي دايما يتقلك الموتور بيعمل ايه؟ الموتور بيسقف. يعني ايه الموتور بيسقف؟ عمال تسمع صوت ترقعه وتسقيف كده ايه لما تدوس بنزين جامد عليه. ليه الكلام ده؟ لان بنزين 80 ده الريزيستنس بتاعت السيلف اجنيشن بتاعته ايه؟ قليله. والموتور متصمم ان هو يشتغل على بنزين 92 على كومبريشن ريشيو مظبوطه تمام. يجي لسه البيستون وهو بيطلع يروح بنزين 80 عامل ايه؟ مولع. يبتدي يولع ويولع والبيستون لسه ايه؟ بيطلع فوق. يقوم عامل ايه في البيستون؟ خبطه جامد لتحت تمام. تلاقي العربيه ما فيهاش عزم ومش قادره تديك السحب الكويس ايه بتاعها تمام. طبعا احنا السايكل بتاعتنا احنا قلنا نبدا الكلام من الاربع ستروكس تمام. عايزين نشوف البي في دياجرام بتاعها اهو. احنا كده انا عايز بس ابتدي من البدايه خالص. اهو وانا بعمل الانتيك ستروك اهو شايفين النقطه الحمراء ديت يا شباب؟ النقطه ديت هنا ايه تمام. ركزوا معاها عشان هو بيوريك احنا بنمشي ازاي على البي في دياجرام واحنا بنتحرك في الفور ستروكس بتوع الانجن. اهو بنزل اهو بعمل انتيك الضغط بيقل وانا بعمل الانتيك بنزل لتحت الضغط بيقل عشان بعمل سكشن والفوليوم بيزيد. ابتديت اعمل الكمبريشن البريشر يزيد والفوليوم يقل. عملت الكومبشن البريشر زاد شويه وبعد كده ابتدى الفوليوم يزيد. عملت الاكزوست الفوليوم يقل لحد ما اعمل الاكزوست واعيد السايكل تاني تمام. هنرجع تاني للبي في دياجرام دلوقتي بس عايزين نقول بس حاجه. كل ستروك من الاربعه بتمثل ايه؟ ربع سايكل. بتمثل كام لفه كرانك شافت؟ نص لفه كرانك شافت. لان عشان البيستون يطلع وينزل مره كرانك شافت بيلف ايه؟ مره واحده لفه واحده تمام. طب بتمثل كام لفه كام شافت؟ واحده. لا لا نص ربع. نص ربع. سرعه الكام شافت بالنسبه للكرانك شافت ايه؟ نصها في الفور ستروك انجن تمام. فبالتالي الاستروك الواحده ربع لفه كرانك شافت تمام. بالنسبه بقى للبي في دياجرام انا عايز اوريكم حاجه مهمه. احنا لما قلنا في الانتيك ستروك قلنا بيبقى انو فالف اللي فاتح انتيك والاكزوست قافل. طب وفي الاكزوست؟ الاكزوست هو اللي فاتح والانتيك هو اللي ايه؟ اللي قافل. هل ده اكشوالي بيبقى مظبوط كده بالظبط؟ لا، انا بيبقى عندي اوفرلاب في الاثنين. يعني انا عندي النقطه ديت هنا نقطه 6 ديت انا قسام ماشي كده. انا دلوقتي انا هنا في اللي هي من 5 ل 6 دي انا بعمل ايه؟ اكزوست تمام؟ قبل ما اوصل للتوب ديد سنتر بفتح مين؟ الانتيك فالف. هل ساعتها الاكزوست فالف كان قفل؟ لا هو لسه فاتح. طب انا ليه بسيب الاثنين مفتوحين؟ بالظبط. مش احنا قلنا ان الفي سي ده انا ما بقدرش اطرده كله صح؟ طب انا محتاج اطرده عشان اخلي كواليتي الكومبشن ايه؟ عاليه. اعمل ايه؟ اسيب التو فالفز مفتوحين لنسبه صغيره جدا من الوقت وانا عند التوب ديد سنتر بحيث ان الهواء وهو داخل الجديد يقوم عامل ايه؟ يزق الاكزوست يقوم ايه؟ مطلعه. وبعد ما اوصل للتوب ديد سنتر وابتدي انزل بقى انا لما هبتدي انزل اكني بعمل فاكيوم جوه ايه؟ السلندر. طب انا لو عملت فاكيوم جوه السلندر والاكزوست مفتوح هرجع اعمل ايه تاني؟ اسحب الاكزوست تاني. فلازم اجي اقفل الاكزوست هنا ويبقى ساعتها هو الانتيك بس هو اللي ايه؟ اللي مفتوح تمام؟
وباجي بقفل الانتيك فالف بعد ما ابتدي اكون ايه ابتديت اطلع عشان اعمل ايه الكمبريشن. بدي السبارك قبل التوب ديد سنتر بحاجه بسيطه علشان احنا عارفين هو احنا ليه بنديها قبل التوب ديد سنتر. طيب دلوقتي عم الحريقه بالظبط انا المفروض نظريا اديها امتى؟ عند التوب ديد سنتر بالظبط عشان اعمل الكومبوستشن في الفي سي بس وعشان البريشر يروح زي اللي البيستون ايه كله. بس هل في حاجه بتحصل من غير وقت؟ الكومبوستشن ليه وقت. الاجنيشن ديلي او اللاج اللي هيحصل نتيجه الكومبوستشن ده منين ما ندي السبارك لحد ما الكومبوستشن يكون خالص. لو انا اديت السبارك عند التوب ديد سنتر عبال ما الكومبوستشن يحصل هيكون البيستون ابتدى يعمل ايه؟ ينزل لتحت. تمام؟ هيبقى البريشر اللي هيزقه بيه هيكون ايه؟ مش جامد. انما انا بدي سبارك قبل التوب ديد سنتر بحاجه بسيطه بحيث ان عبال ما يكون الكومبوستشن وصل الماكسيمم بتاعه يكون لسه البيستون بيبتدي ايه؟ ينزل يقوم زقه جامد ايه؟ معايا. تمام؟ ينزل قبل ما بوصل للبوتوم ديد سنتر بكون فاتح ايه؟ الاكزوست فالف عشان يبتدي ايه؟ الاكزوست يهرب عندي وابتدي اعيد السايكل من جديد تاني. في مشكله في الفور ستروك؟ تعالوا نبص على التو ستروك. قبل ما نبتدي بقى نتكلم على التو ستروك ايه الفروقات ما بين الفور والتو ستروك؟ مفيش فالفات. معنى ان مفيش فالفات في كام شافت؟ مفيش كام شافت. معنى ان مفيش فالفات مفيش كام شافت ومفيش سلندر هيد اساسا بالكعبله بتاعتها الوزن ماله اخف. عشان كده بستخدم التو ستروك انجن في ايه؟ في الموتوسيكلات. وزنها خفيف وشغاله معايا كويس ايه وتديني باور. بس تعالوا نبص كده على السايكل بتاعتها. بما ان هي بس تو ستروك فانا بخلص انتيك كومبريشن كومبشن واكزوست في كام ستروك؟ اثنين. في اثنين بس. يعني كام لفه كرانك شافت؟ لفه واحده بس. طب ازاي انا اختصرت الاربعه في اثنين؟ هل ينفع ان انا اكنسل ستروك منهم؟ ينفع؟ لا. يبقى انا لازم هعمل اثنين في نفس ايه الوقت. ازاي؟ بص انا عندي التو ستروكس بتوعي واحده اسمها سكافنجينج وواحده اسمها اكزوست بلو داون. تمام؟ تعالوا ناخد الستروك واحنا بنطلع. تمام؟ اللي هي اللي اسمها السكافنجينج ستروك. تمام؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ انا بيبقى عندي الاير والفيول بورت من تحت من هنا في الكرانك كيس تحت. تمام؟ الهواء والفيول بيدخلوا فين؟ جوه الكرانك كيس من هنا. تمام؟ من الجنب انا عامل سكه من هنا من الجنب يطلع منها الاير والفيول ويدخلوا جوه ايه؟ الانجن. تمام؟ طب الاكزوست بيطلع منين؟ من الفتحه دي من هنا كده. الهواء وهو داخل يزق الاكزوست لحد ما يطلعه لي من الاكزوست بورت من هنا. تمام؟ يجي البيستون طالع كده الانتيك بورت قفل ولا لا؟ والاكزوست بورت قفل. كده انا هبتدي اعمل ايه؟ كومبريشن. ببتدي اضغط. اول ما اوصل للتوب ديد سنتر اروح مدي ايه؟ السبارك. ابتدي اعمل ايه؟ الكومبوستشن والباور ستروك. بصوا بقى هنا مين انو فالف في الاثنين انو بورت في الاثنين فتح؟
الاكزوست بورت هو اللي فتح ايه الاول. يبتدي الاكزوست يعمل ايه؟ يطلع على بره. طب مش البيستون ده بينزل لتحت صح؟ مش احنا اتفقنا ان انا عندي في الجزء اللي تحت هنا ده، في الجزء اللي هنا ده مش ده عندي اير وفيول دلوقتي؟ سكتهم مفتوحه ولا محبوسين جوه؟ محبوسين. البيستون وهو نازل بيضغط ايه؟ الاير وفيول اللي تحت، بحيث ان اول ما بص ما يفتح بس ايه الانتيك بورت يقوم يحصل ايه للاير والفيول اللي تحت هنا دول؟ يروحوا داخلين بسرعه على فوق ويزقوا لي الاكزوست ايه ويطلع بره. تمام. طب لما يجي البيستون يطلع لفوق تاني وهو بيطلع لفوق بيعمل فاكيوم تحت عشان يبقى مجهز ان في ايه عشان يبقى مجهز ان في اير وفيول يدخله من هنا تاني. تمام. يبقى انا بعمل الانتيك والكومبشن والكومبريشن والاكزوست في تو ستروكس بس. بس من الكلام اللي احنا قلناه ده الكواليتي بتاعه الكومبشن مالها؟ ليه بالظبط صح؟ انا في اولا انتاج بيطلع مع الاكزوست تمام، ثانيا عندي ايه شويه اكزوست كتير بيفضلوا ايه موجودين. تمام. في حاجه ثالثه، هو مش الهواء بيدخل حوالين الكرانك شافت؟ مش الكرانك شافت ده بيحتاج لوبريكيشن؟ يعني لازم يبقى فيه زيت. اللي راكب موتوسيكلات هل انت بتحط بنزين فقط؟ انت وانت بتمون البنزين بتحط زيت تقريبا على كل تفويله بيتحط تقريبا نص كيلو زيت حاجه زي كده. تمام. ليه؟ لان الزيت بتاع الكرانك شافت الهواء وهو داخل الانجن سخن فالزيت جزء منه بايه بيتبخر، يقوم الهواء وهو داخل عامل ايه سحبه معاه بيطلعه في جوه البيستون يقوم يتحرق مع ايه مع الفيول. تعمل كده ولا لا؟ خد بالك ان ممكن في انواع اساسا من التو ستروكس تبقى يعني فيها تكنولوجي اعلى شويه انهم يبقوا فاصلين شويه سكه ايه الزيت عن الهواء والفيول، يعني مش كله لازم ان هو ايه يبقى بيتعملوا. على فكره وفي اسامه مواتير موتوسيكلات فور ستروك عادي، يعني في مواتير موتوسيكلات فور ستروك فانت ممكن يكون موتورك فور ستروك. يعني فور ستروك الاويل والاير والفيول في نفس المكان؟ اه تمام. يعني الاويل بيخش ما انا عشان كده بقول لك بيتحرق واضطر ان انا لازم ايه بزود الزيت باستمرار. يعني انا زيت الموتور الفور ستروك بتاعي انا بغيره ليه؟ بالظبط عشان بيبقى هو الكواليتي بتاعته ايه قلت نتيجه الكومبشن ونتيجه الاوبريشن المده الطويله. انما التو ستروك انا بزود الزيت، الزيت بيتحرق اساسا معايا. تمام. وبعدين برضو في نقطه كمان، مواتير التو ستروك ينفع تشتغل وهي نايمه؟ يعني الانجن اهو البيستون واقف بالطول. لا الاويل جاي. لو انا رحت مايله بالجنب كده هينفع اشغله؟ لا الاويل كله هيدخل ايه في الكومبشن تشامبر. ما اقدرش اشغل التو ستروك انجن ايه وهو نايم، لازم يكون الانجن ايه واقف بالطول. تمام. دي الكومبوننتس بتاعته اللي احنا لسه قايلينها. واخدين بس بالكم من حاجه،
الديفليكتور اللي هو بيقول لك عليه ده هنا ايه الديفليكتور ده؟ بالظبط. انا لو عملت البيستون فلات الهواء هيطلع ازاي؟ يطلع كده يروح طالع على طول من هنا على طول على بره. انما انا بعمل الديفليكتور ده عشان اخلي الهواء يطلع يضطر ان هو يطلع ليه؟ لفوق، يقوم يزق الاكزوست عشان يطلع ايه؟ من هنا. طبعا نفس الكلام بتحرك ما بين الفي دي، يعني ما بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر، فعندي الفي دي وعندي الفي سي، واللي بيحدد لي الكومبريشن ريشيو بتاعته. تعالوا نبص بقى البي في دياجرام. انا ببتدي ايه دلوقتي البيستون في السكافنجنج ستروك ويبتدي يطلع لفوق. تاخدوا بالكوا البريشر ماله؟ ايه بقى اتموسفيرك؟ هو دلوقتي هل ممكن يكون في اي بريشر بيلد اب دلوقتي؟ الانتيك والاكزوست بورت مالهم؟ مفتوحين اهو كده. انا قفلت الانتيك بورت، هل هيكون في بيلد اب بريشر؟ لسه، لان الاكزوست فالف ماله، اكزوست بورت قصدي ماله مفتوح. هيبتدي البريشر بص يبيلد اب من اول ما اقفل مين؟ الاكزوست بورت. يبتدي البريشر يزيد، يبتدي يعلى لحد ما ادي السبارك وابتدي اعمل الاكزوست. خدتوا بالكوا؟ بصوا كده لسه الاتنين ما فتحوش. بص اول ما الاكزوست بورت يفتح البريشر بيحصل له ايه مره واحده؟ بيدروب جامد قوي، تمام؟ ولما الانتيك بورت فتح بتلاقي البريشر بيعمل ايه؟ ده بينزل تحت كمان سنه. عشان ايه؟ الفاكيوم اللي حاصل نتيجه ايه؟ السكشن والانتيك الجديد، تمام؟ يبتدي الانتيك يعمل ونعيد السايكل تاني، تمام؟ ده كل ده شرح يعني للكلام اللي احنا قلناه. طب زي ما قلنا في الفور ستروك، كل ستروك في التو ستروك انجن بتمثل ايه؟ نص سايكل ونص كرانك شافت. في كام شافت؟ مفيش. يعني محدش يجي يقول لي ان هي هتبقى ايه؟ اصل على فكره بلاقي ناس بتقول لي ان هي نص كام شافت، هي كمان، تمام؟ نتكلم على الانجن جيومتري وبرفورمانس. خدتوا الجزء ده الترم اللي فات برضو؟ انا كوني هتشوف دلوقتي سؤال، كل حاجه هتسال فيه، مفيش حاجه مش هتسال فيه. بس تعال نشوف بس الدنيا ماشيه ازاي. انتوا خدتوا حسابات طيب الفي دي ديسبيسمنت فوليوم والحاجات دي كلها؟ هو نفس الكلام، تمام؟ الفكره بس كلها الترمينولوجي بتاعتنا ايه بس الاول. انا عندي الستروك من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر بنسميها ال، البور الدايمتر البيك كابيتال، تمام؟ الديسبيسمنت فوليوم الفي دي اللي هو ايه؟ باي اوفر 4، باي اوفر 4 بي سكوير في ال، تمام؟ اللي هو ده اهو. بس انا ضربت في مين كمان؟ نمبر اوف سلندرز على حسب انا عندي كام سلندر، تمام؟ والكمبريشن ريشيو مش دي قلنا الماكسيمم فوليوم على المينيمم فوليوم؟ اللي هو الفي سي بلس الفي دي على ايه؟ الفي سي. امال ايه ده؟ ايه الرول ده والرول ده؟ الاس سيتا والفي سيتا، فين الاس دي اساسا؟ الاس دي اللي هي المسافه دي اللي هي ما بين سنتر كرانك شافت
لحد البين اللي ماسكه مين؟ البيستون عندي. تمام؟ والفي سيتا اللي هو ايه؟ الفي سيتا ده اللي هو الفوليوم اللي فوق البيستون عند اي زاويه سيتا للكرانك شافت. الفي سيتا ديت نبتدي بالفي سيتا الاول، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الفي سي اللي فوق، لان انا كده كده البيستون ما بيوصلهوش، تمام؟ زائد باي اوفر 4 بي سكوير. تعالوا بصوا، مش الفي دي كان باي اوفر 4 بي سكوير في ال، المره دي في ايه؟ في ال سمول بلس اي ماينس اس سيتا. اللي هم ايه دول بس؟ اللي هم دي ال سمول طول الكونكتنج رود ده، تمام، والاي اللي هو دايمتر كرانك شافت، وسيتا الزاويه اللي بيلف بيها. انا ببقى عايز اعرف دلوقتي لما باجي اعمل حاجه اسمها بيرفورمانس مابس للانجن، تمام، ببقى عايز اعرف انا مع كل زاويه في الكرانك شافت، تمام، الحجم اللي جوه السلندر قد ايه. ليه؟ مش احنا اتفقنا ان احنا المفروض بندي السبارك قبل التوب ديد سنتر بحاجه بسيطه، صح؟ طب انا بحسب الكلام ده على اساس ايه؟ امتى بحدد النقطه ديت؟ انا المفروض ان انا ابقى عارف كميه التشارج الاير والفيول اللي موجود، وعارف ان دولت مثلا لما يعني علشان اللاج اللي بيحصل لهم بيبقى ايه قد ايه. فلازم ابقى عارف الفوليوم اللي بيبقى موجود فوق البيستون قد ايه، عشان لما اعمل فيه كومباشن في الوقت ده عبال ما اللاج يخلص اكون وصلت للتوب ديد سنتر، تمام. وكل حاجه في الانجن مرتبطه بالسيتا، بزاويه الكرانك شافت، تمام. كل حاجه حرفيا في الانجن مرتبطه بالسيتا. فعلشان كده انا كل اللي بعمله انا بحسب الاس سيتا ديت، تمام، من حساب المثلثات، قوانين حساب المثلثات اللي كانت بتتحسب زمان، حاجات التراجونومتري والكلام ده كله، تمام. فده لازمه التو رولز دول بس، تمام. انما الفي دي والكمبريشن ريشيو فيه مشكله. طب الفوليومتريك افشنسي، خدت الفوليومتريك افشنسي؟ ما خدتهاش. كانت عباره عن ايه الفوليومتريك افشنسي؟ هو اولا انت لما بتدخل تشارج جديده جوه الانجن، تمام، الحجم اللي المفروض بيتملى مش هو بيبقى حجم الفي دي، صح؟ والمفروض الحجم ده بياخد ماس معينه من الاير والفيول، تمام. طب المفروض ان انا عارف ماس، لو انا عايز احسب ماس الاير اللي داخله، نفترض على حساب ان الماس اللي داخله هي ماس اير في الفي دي، مش انا اقدر احسب ماس الاير اللي بتدخل كل سايكل؟ الام دوت بتساوي ايه؟ رو في، الماس في كل سايكل رو في، رو بتاعت الهواء في الفي بتاعت الانجن اللي هي الفي دي، تمام. طب هل انا كل مره بملى بالماس دي بالظبط؟ ليه؟ بغض النظر عن الاكزوست، هو الماس دي عشان تدخل السلندر مش ليها انرشيا وهي داخله؟ اه هو هواء بس ليه انرشيا، تحتاجش في وقت معين عشان تدخل. طب نتيجه الانجن وهو بيلف بسرعه عاليه قوي، هل بيبقى الوقت ده كافي؟ يعني مثلا تعالوا نحسبها مع بعض عشان نتخيل الارقام. لو الانجن عندي بيلف ب 3000 ار بي ام، لو 3000 ار بي ام اللي هو انت مثلا ماشي في سكه سفر على 120 ومثبت سرعتك عليها مثلا، تمام، انجن بيلف ب 3000 ار بي ام. 3000 ار بي ام ديت يعني الانجن ده بيلف 3000 لفه في الدقيقه، يعني كام لفه في الثانيه؟ 50 لفه في الثانيه. يعني اللفه مدتها قد ايه؟ يعني بيلف 50 لفه في الثانيه واللفه مدتها نص ثانيه؟
واحد على خمسين من الثانية اللي هي قد ايه؟ 2% يعني 2 ملي سكند. ده وقت اللفة ايه اللي هي اللفة ايه؟ الواحدة. يعني 20 ملي سكند. اه 20 ملي سكند. اللفة الواحدة 20 ملي سكند. طب الاستروك الواحدة مدتها كم لفة؟ 40 ثانية. انا قلت الاستروك الواحدة الاستروك الواحدة مش السايكل الواحدة. بكلم نفسي انا كنت لو احنا بنتكلم على الفور ستروك فهتبقى الستروك الواحده نص لفه يعني وقتها قد ايه 10 ملي سكند. يعني انت متخيل ان عشان البيستون ده يتملى بالتشارج بتاعته كلها محتاج يعني والوقت المتاح له 10 ملي سكند. طب ده انت ماشي على 3000. طب تخيل بقى انت قارس وماشي على 6000 الوقت المتاح 5 ملي سكند علشان يتملى. الوقت ده قد ايه؟ صغنن صح. وقت شبه لا يذكر تمام. هل ده هيبقى كافي ان البيستون يتملى كامل بفريش تشارج؟ لا طبعا. فهي دي بيجي ترم الفوليومتريك افشنسي اللي هو بيحسب لي الاكتوال ماس بتاعه التشارج اللي دخلت على الثيوريتيكال ماس. لو احنا بنتكلم ماسز فهتبقى ام اير على رو اير في في دي. لو بنتكلم ماس فلو ريت تبقى ام دوت اير على رو اير في في دوت دي تمام. لو تفتكروا كانت الفي دوت دي ديت كنا بنقولها كانت ايه؟ الفي دي في ان على اي في 60 اللي هي عدد مرات الملو بتاعت الانجن في الايه؟ في الثانية تمام؟ وطبعا كنا لما بنيجي نحسب حاجة اسمها المين بيستون سبيد تمام؟ نحسب الافريج بيستون سبيد رمزها الاس بي بار دي بتساوي 2LN L اللي هي الستروك لينث والN اللي هي الـ number of revolutions per second تمام؟ طب لما بنيجي نتكلم على الباورز اكيد سمعتوا عن حاجه اسمها بريك باور وانديكيتد باور وفريكشن باور تمام. مين الكبيره فيهم؟ الانديكيتد بتتقسم لبريك وفريكشن. طب انت دلوقتي لما بيقول لك عربيتك ديت 100 حصان دي انه باور فيه انديكيتد ولا بريك ولا فريكشن؟ انديكيتد عشان بريك باور عشان ايه؟ ما هو ده عشان بريك باور. البريك باور يعني انديكيتد اصلا بتبقى البريك باور بتبقى صح. اول كلمه تقولها عدله من اول فعلا اللي بتبقى مكتوبه في كتالوج العربيه ده دي تبقى بريك باور تمام. البريك باور 100 حصان دي بريك باور. دي بحسبها ازاي؟ دي بتتحسب من حاجه اسمها داينامومتر ان انا بوصل الانجن بتاعي بوصل الكرانك شافت بتاعه على داينامومتر. الداينامومتر ده حاجه بتقيس لي التورك تمام. وانا بكل بساطه التورك ده لو ضربته في اوميجا احسب منه ايه؟ الباور. والاوميجا دي ايه؟ 2 باي ان على 60 او لو الان بالار بي اس خلاص احنا بنقسم على 60 لو الان بايه؟ بالار بي ام تمام. فاللي انا بحسبه ده اللي بيطلع في الكتالوجات ده بريك باور.
طب الانديكيتد باور دي بتبقى ايه؟ الانديكيتد باور دي بتبقى ايه؟ دي الباور فعلا اللي على البيستون جوه مين؟ السلندر. تمام؟ دي اللي بتزق لي البيستون فعليا، دي الانديكيتد باور. طب ليه مش هي اللي بتوصل لي بريك باور؟ بالظبط، انت عندك في فريكشن ما بين البيستون والسلندر، ما بين الكام شافت، وما بين الكرانك شافت، وما بين الجيرز والبوليز وكل الحاجات اللي ايه؟ اللي راكبه. وبعدين انت عندك كمان راكب عندك على الانجن ترومبه ميه، عندك عندك مروحه، ترومبه باور، كومبريسور، تكييف، كل الكلام ده هو ده بياخد حركته منين؟ من الانجن. تمام؟ اللي بيطلع لك بقى على الكرانك شافت صافي هو ده ايه؟ البريك باور. الانديكيتد باور زي ما انت قلت دي اللي بنحسبها احنا ايه؟ بالارقام. تتحسب ازاي الانديكيتد باور ديت؟ بحسبها من البي في دياجرام. الانديكيتد وورك ده الانتجريشن بتاع البي دي في. تمام؟ الورك اللي بيحصل انا عندي على خلال السايكل كلها البيستون بيتحرك 4 مرات لو فور ستروك سايكل. تمام؟ انا وانا بعمل الكمبريشن طالع لفوق انا بدفع ولا باخد ورك؟ وانا طالع انا بدفع. تمام؟ يعني ايه؟ لا تمام. لا انت وصلت ولا ايه؟ طب وانا باخد الباور؟ انا باخد باور، فالورك اكبر من ايه؟ من الزيرو. طب وانا بعمل الاكزوست؟ بدفع. انا بطلع عشان ازق الاكزوست فوق، فانا بدفع عشان ايه؟ اطلع الاكزوست. طب وانا بعمل الانتيك؟ والله انا عندي احتمال من اتنين، يكون بدفع يكون باخد، على حسب الانجن ده ايه؟ ناتشرالي اسبريتد ولا تيربو تشارجد. يعني ايه ناتشرالي اسبريتد ولا تيربو تشارجد؟ ناتشرالي اسبريتد يعني لو المواتير العاديه بتاعتنا خالص ديت اللي هو بيسحب من الاتموسفير على طول، فهو انا بسحب من الاتموسفير الضغط بره ايه؟ واحد اتموسفيرك، والضغط جوه الانجن ايه؟ وقت الانتيك بيبقى هو تقريبا ايه؟ الاتموسفير. فهل باخد باور؟ ممكن الهواء وهو داخل بالفلو بتاعه يبقى كأنه بيزق لي البيستون بس ايه؟ سنه بسيطه لتحت بس ولا حاجه خالص. ده انا اللي ممكن اكون بعمل باور عشان اسحبه يعمل لي ساكشن للهواء. طب لو انا الانجن عندي تيربو تشارجد، تيربو تشارجد يعني ايه؟ يعني انا بركب عندي تيربو تشارجر. تيربو تشارجر ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا باخد الاكزوست اللي خارج اخليه يلفف لي تيرباين، والتيرباين ده تراكب على الناحيه الثانيه من الشافت بتاعها ايه؟ كومبريسور. الكومبريسور ده يسحب الهواء من الجو ويضغطه ايه؟ بضغط عالي، والضغط العالي ده هو اللي يدخل على ايه؟ على البيستون. مش احنا عندنا قلنا ان الام اير ماس الاير اللي داخله هي رو اير في في دي؟ طب انا الفي دي بتاعت الانجن ثابته، طب لو الرو اير زودتها مش معنى كده ان انا ازود ماس الاير اللي داخله؟ ولو زودت ماس الاير يبقى ماس الفيول اللي داخله هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى الباور اللي هاخدها من نفس الفوليوم بتاع الانجن هيحصل لها ايه؟ هتزيد. طب ازود الرو بتاعت الهواء ازاي؟ مش الرو بتساوي بي على ار تي؟ اعمل ايه في البريشر؟ تزوده. يبقى لما اركب تيربو تشارجر او سوبر تشارجر اقدر ان انا ايه؟ ازود الرو، ازود ماس الاير، ازود ماس الفيول، اخد باور اعلى من نفس ايه؟ الانجن. عشان كده مثلا بكل بساطه انت بتلاقي مواتير 1200 سي سي و1400 سي سي واقوى من مواتير 2000 سي سي. ليه؟ عشان راكب على المواتير الصغيره دي تيربو تشارجر. عربيه مثلا زي السكودا كودياك دي اكتر عربيه موتورها ما شاء الله
عافي وحلو ممكن تشد بيها كده. سكودا كودياك دي عربيه 7 سيتس اساسا وكبيره وتقيله، وتلاقي موتورها ايه ما شاء الله عافي، بس موتورها كام سي سي؟ 1400 سي سي بس تربو تشارجت، فيقدر ان هو ايه تاخد منه باور عالي. تمام. طبعا انا بعد ما بحسب الانتجريتد وورك من الانتجريشن بتاع البي في دياجرام ده بضربها في الان على الان ار، الان ار ديت اللي هي كنا بنسميها برده في اوقات الاي. تمام. اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هي نمبر اوف كرانك شافت ريفولوشنز بير سايكل، اللي هم اتنين لو الفور ستروك او واحده للتو ستروك. تمام. الميكانيكال افشنسي، ميكانيكال افشنسي بتساوي ايه؟ اوتبوت على انبوت. الاوتبوت مين؟ باور. انو باور؟ بريك باور. بريك باور. والانبوت انت لما بتقول الانبوت فيه والباور، هل دي ميكانيكال ولا ثيرمال افشنسي؟ ثيرمال. انا قلت لك انا عايز احسب ايه؟ ميكانيكال. تفرق في ايه؟ لما اقول ميكانيكال افشنسي لازم هيكون في ميكانيكال داخل وميكانيكال خارج. لما اقول ثيرمال افشنسي، ثيرمال داخل وميكانيكال ايه؟ خارج. فلما اقول لك ميكانيكال الاوتبوت هي بريك باور، طب ايه اول ميكانيكال باور انبوت؟ هي الانديكيتور اللي بتتولد فوق ايه؟ البيستون. فعشان كده الميكانيكال افشنسي بريك باور على انديكيتد باور. انما لو قلت لك ثيرمال افشنسي بريك باور على والله انا بقى ما حددتش بقى هي بريك ولا انديكيتد ثيرمال افشنسي، لان انا على حسب انا بادئ منين لفين. لو قلت لك انا عايزك تحسب لي الثيرمال بريك افشنسي، يبقى انا عايز البريك باور من الاخر والفيول باور من ايه؟ من الاول. انا ممكن اقول لك احسب لي الانديكيتد ثيرمال افشنسي، هتبقى الانديكيتد باور على الفيول باور. تمام. طب واحنا بنتكلم كده على الترمات ديت، عايزين نعرف ايه علاقة الباور والتورك مع الانجين سبيد. اي بيرفورمانس كيرف لاي عربية هتلاقيه بالمنظر اللي انت شايفه ده، واخد البيل شيب زي الجرس كده، قليل يزيد ويرجع تاني ايه؟ يقل. طب انت لما العربية زي ما قلنا لما بتقول انت البريك باور بتاعها 100 حصان، هل دي البريك باور اللي بتطلع في اي وقت؟ امال دي ايه؟ دي الماكسيمم بريك باور. هل بتتكتب لك بس كده العربية موتورها 100 حصان وخلاص؟ افتح كتالوج اي عربية هتلاقي كاتب لك بريك باور او الباور يعني مثلا 100 هورس باور ات مثلا 4000 ار بي ام. تمام. لو هتشوف التورك هيقول لك الماكسيمم تورك مثلا 200 نيوتن متر ات مثلا 2000 ار بي ام او 6000 ار بي ام ايا كان الرقم ايه. تمام. معنى كده ان انا ما باخدش الماكسيمم باور طول الوقت، ولا الماكسيمم تورك طول الوقت، ولا الماكسيمم تورك والماكسيمم باور في نفس الوقت. الماكسيمم تورك في وقت والماكسيمم باور في وقت، قصدي على سرعه يعني وعلى سرعه تانية. تمام. لو انا خارج السرعه ديت ازيد منها او اقل منها مش هاخد الماكسيمم باور. علشان كده دايما يقول لك انت لو عايز تاخد غرزه او ان انت ايه تطلع طلعه جامده تعمل ايه بالظبط؟ لو انت مانيوال يقول لك ايه سقط نقله، ولو انت اوتوماتيك يقول لك تعمل ايه كيك داون، تروح داس دواسه البنزين على اخرها، تقوم العربيه هي اللي عامله اوتوماتيك ايه لوحدها مسقطه نقله، تلاقي صوت الموتور على والعربيه سقطت نقله. بتسقط النقله ليه؟ عشان نرفع الار بي ام.
ولما ترفع الار بي ام تكون انت اوريدي قربت من ايه؟ من الار بي ام بتاع الماكسيمم باور، فتقدر تاخد ساعتها الماكسيمم باور دي. تمام؟ طب ليه المفروض نظريا ان انا كل ما زود السرعه بتاعت الانجن كل ما زود الار بي ام كل ما الباور ايه تزيد؟ طب ليه بتزيد وبترجع تقل؟ هو اولا ليه لما بزود السرعه الباور بتزيد؟ لا انا بصوا انا ما بتكلمش دلوقتي كقوانين، انا بتكلم كمبادئ. احنا القوانين انتوا خدتوا اجزاء منها وبديكوا الباقي دلوقتي، تمام؟ احنا عايزين نفهم دلوقتي معناها ايه الكلام ده كله. بالظبط، انت بتعمل سايكلز اكتر في نفس الوقت. لو انت الانجن ماشي على 1000 ار بي ام، لو بقى خليته على 2000 فانت عملت دوبل السايكلز في نفس الوقت. طب دوبل السايكلز يعني ضعف كميه الفيول اتحرقت، يبقى خدت باور ايه اعلى. طب خليتها بدل 2000 4000، ضعفت تاني كميه الفيول فخدت باور ايه اعلى. طب معنى كان على 6000 تزيد اكتر، 8000 تزيد اكتر؟ لا، انا هوصل لمرحله هتلاقي الباور بترجع تقل تاني. ليه؟ لما السرعه بتزيد جامد الفريكشن بيزيد جامد قوي، تمام؟ عشان نفهم ليه برضو بكل بساطه، انت لو بتعوز تدفى دف ايدك في الشتاء بتعمل ايه؟ حلو، بتعمل كده. هل بتعمل كده واحده واحده؟ لا، لازم بتعمل بسرعه ايه عاليه عشان تحس ان ايدك ايه دفيت، لان الفريكشن بروبورشنال مع ايه؟ مع السرعه. كل ما السرعه تزيد كل ما الفريكشن ايه يزيد. في السرعات العاليه قوي الفريكشن بيبقى ايه عالي جدا، نتيجه ان انت مثلا بكل بساطه على الارض الاسفلت انت ممكن لو عديت ايدك عليها كده بالراحه مش هيحصل حاجه. طب لو انت بتلعب كوره وبتجري ورحت واقع ايدك هيحصل لها ايه؟ هتتجلط. تتجلط دي معناها ايه؟ ان الفريكشن كان عالي لدرجه ان هو عمل ايه؟ شال الجلد اساسا وشاله من مكانه، تمام؟ فكل ما السرعه تزيد كل ما الفريكشن يزيد، تلاقي ان بتوصل لمرحله الفريكشن بيعلى جامد قوي. احنا مش قلنا ان بيبقى انا بيطلع عندي جوه الانجن انديكيتد باور دي عماله بتزيد على طول، كل ما الار بي ام بيزيد دي عماله ايه تزيد، لان انا عمال ازود فيول في نفس الوقت، صح؟ بس الانديكيتد دي مقسومه لبريك وفريكشن. كل ما السرعه عماله تزيد كل ما جزء الفريكشن عمال يحصل له ايه يكبر جامد يكبر جامد يكبر جامد، لحد ما ممكن اوصل في مرحله اصلا عند ار بي امز عاليه قوي ان تبقى تقريبا ممكن 80% من الباور رايحه في فريكشن و20% بس هم اللي ايه اللي باخدهم بريك، تمام؟ غير ان في نقطه كمان هنرجع لحته ال فوليومتريك افشنسي. احنا قلنا عند 3000 ار بي ام الوقت المتاح للانتيك قد ايه؟ 10 ملي سكند. عند 6000 5 ملي سكند، تمام؟ كل ما تعلى بالسرعه كل ما الوقت المتاح للانتيك يحصل له ايه؟ يقل. هل معنى كده ان هيبقى الوقت كافي ان الانجن ياخد كميه الهواء والفيول بتاعه كاملين؟ لا، مش هيبقى كافي. فاساسا الانجن على السرعات العاليه مش هيقدر يسحب كميه ايه الهواء والفيول اللي كافيه ان هو ايه يزود الباور بتاعته، تمام؟ طب لو ناخد بالنا برضو احنا قلنا ان كل ما الار بي ام بتزيد لحد ما نوصل للماكسيمم كل ما الباور بتزيد، بس لو تاخدوا بالكم عند الار بي امز القليله بتبقى الـ الـ الباور مالها قليله قوي. ليه؟ اولا عشان كميه الهواء والفيول اللي داخله بتبقى قليله، ثانيا علشان اساسا بيبقى نتيجه ان السرعه قليله فالكومبشن بروسيس بتاخد وقت اطول جوه ايه الانجن، فبالتالي بدي وقت اطول للهيت ترانسفير انه يحصل للكولنت وللاكزوست وللهيد وللكلام ده كله،
فبيبقى الهيتنج لوسز عندي في السرعات القليله بتبقى ايه؟ عاليه، غير ان كميه الفيول بتبقى قليله، فبالتالي بتبقى الباور مالها قليل. تمام؟ المين افكتيف بريشر خدتوه ده برضو ولا لا؟ حلو. احنا مش خدنا البي في دياجرام. هل البريشر ثابت في السايكل؟ البريشر عمال يتغير، عمال يزيد لحد ما يوصل لماكسيم ويرجع يقل، يوصل لفاكيوم وانا بعمل الانتيك يبتدي يعلى ويعلى جامد وهكذا. تمام؟ وعشان احسب البريشر ده لازم اعمل ايه؟ زي ما شفنا من شويه، واحسب الورك لازم اعمل انتجريشن لايه؟ للبي في دياجرام. هل انتجريشن البي في دياجرام ده سهل؟ انا المفروض بحسب الاريا اندر كيرف، يعني محتاج حاجه اقدر احسب منها الكلام ده. ده مش سهل. قال لك طب احنا هنقول حاجه تانية. هو تعالوا بصوا هنا، احنا مش لما قلنا الورك ده الانتجريشن بي دي في صح؟ وطبعا لما الورك ده اللي هو بضربه قلنا في الان على على اي او الار عشان احسب ايه؟ الباور. طب انا دلوقتي نفس كلام الورك بيساوي البريشر، المين افكتيف بريشر ده بريشر، بريشر في في دي. المين افكتيف بريشر ده قال لك تعريفه ايه؟ قال لك ده الكونستانت بريشر اللي لو اتعرض له البيستون خلال وقت السايكل كلها اخد منه نفس الباور اللي خدتها من الاكتوال ايه؟ سايكل. يعني ايه؟ احنا قلنا البريشر في الاكتوال سايكل بيبتدي من اول فاكيوم لحد هاي بريشر ويرجع يقل تاني وهكذا. تمام؟ مثلا بيبتدي من فاكيوم اللي هو مثلا يعني لو بريشر بنتكلم جيج من مثلا 8 من 10 بار لحد ماكسيمم 10 بار مثلا. تمام؟ فاريبل طول الوقت ده. وحسبت البي دي في. لو انا جيت على بيستون تاني اثرت عليه مثلا ببريشر 6 بار ثابته ما بتتغيرش، هياخد من الاثنين نفس ايه؟ الباور. ده تسهيلا علينا في ايه؟ في الحسابات. فالمين افكتيف بريشر بيساوي الورك على الفي دي. تمام؟ فانا بالتالي اقدر احسب الورك. تمام؟ ان انا اضرب المين افكتيف بريشر ده في الفي دي احسب الورك. طبعا لو عايز احسب باور هقسم على الفي دوت دي، او هضرب في الفي دوت دي على حسب انا بجيب ايه. تمام؟ طبعا طالما انا قلت مين افكتيف بريشر، تمام، انا ممكن احسب انديكيتد مين افكتيف بريشر، لان المين افكتيف بريشر ده بيساوي ايه؟ ورك او باور على في دي او في دوت دي. لو انا هستخدم الباور الانديكيتد باور هيبقى انديكيتد مين افكتيف بريشر. لو هحسب بريك مين افكتيف بريشر هيبقى، قصدي هحط بريك باور هيبقى بريك مين افكتيف بريشر. لو حطيت الفريكشن باور هحسب الفريكشن مين افكتيف بريشر. تمام؟ لو انا بتكلم على الماكسيمم بريك مين افكتيف بريشر، احنا اتفقنا ان الماكسيمم باور باخدها عند ار بي ام معين، بس مشترطه بايه؟ هو هل ممكن يبقى لو انا قلت لك الماكسيمم باور عند 4000 ار بي ام، هل انا طول ما انا عند ال 4000 ار بي ام باخد الباور ديت؟ والله على حسب دوست رجلي على ايه؟ على البنزين. يعني انت لو على 4000 ار بي ام وشايل رجلك من على دواسه البنزين هيبقى في اي باور؟ بمناسبه السؤال ده هسالكم سؤال تاني. انتوا عارفين ان الانجن في حاله ايدلنج وحاله مثلا بارت لود وحاله فول لود. ايدلنج يعني ايه؟ مثلا البنزين انا واقف بس
الانجن شغال. الانجن شغال ولا لا؟ اه على اساس كده بتاخد منه باور؟ لا باخد بس عشان الجهاز الانجن ما يقفش. ما باخدش منه باور. لا ما باخدش باور اكثر فريكشن. اكثر فريكشن. يبقى انت كده هو الفريكشن. انت جبت اللي انا كنت لسه عايز اسالك. انت قلت ايه؟ ان كده هو فريكشن. الله ينور. انت قلت كده؟ هو قال كده بس هو قالها بطريقه. طب علي صوتك. علي صوتك. ال وانا في الايدلينج ما ببقاش دايس على دواسه البنزين وبيبقى الانديكيتد كده كده الانجن شغال. يعني في باور جوه البيستونز انديكيتد. هل باخد بريك؟ لا. فبيبقى تو كل الانديكيتد هو ايه؟ فريكشن. تمام؟ طب انت برضه قلت حاجه ثانيه. الايدلنج ده بيبقى على 1000 تقريبا او 800 ار بي ام. تمام؟ هل الكلام ده صح؟ حسب درجه الحراره. مفيش اي علاقه ما بين الايدلنج وما بين الار بي ام. يعني هل انا ممكن اكون ايدلينج عند 6000 ار بي ام؟ حسب عندي فريكشن قد ايه. ايدلينج معناها اللي هم لسه قايلينه ايه؟ ان كل الانديكيتد رايحه فين؟ فريكشن. هل عندي بريك؟ لا خالص. يعني انت لو واقف بالعربيه في اشاره ودايس على البنزين الار بي ام وصل معاك 4000 ار بي ام، هل انت بتاخد بريك؟ مفيش. في انديكيتد؟ كلها رايحه فين؟ فريكشن. هل انت كده ايدلنج عند ال 3000 او ال 4000 ار بي ام؟ اه. ايدلنج ديت معناها نو لود مش معناها ار بي ام قليل. طب معناه ايه ازاي وانا حاطه على البريك وانا اوريدي واقفه؟ هو اللود بالنسبه لي ايه في العربيه؟ كان يعني امشي؟ طبعا. هو الموتور ده ليه لازمة لو انا مشغله على 100000 ار بي ام والعربية واقفة؟ ولا 60 لازمة؟ زيه زي عدم. ما انا اللي بقى انا اللي بقى بزاوله ودايس على البنزين وانا واقف. بس. تمام؟ طب هل ممكن عند ال 1000 ار بي ام ديت ابقى فول لود؟ ممكن طبعا تبقى فول لود. عادي جدا. فول لود دي معناها ايه؟ ان انت دايس على دواسه البنزين على اخرها بنسميها وايد اوبن ثروتل. يعني الثروتل مفتوح على اخره. تمام؟ انت لو انت كنت مع جايب غيار معشق العربيه مثلا تمام وابتدت تهدي منك جامد وجيت رحت جاي ايه دوست على البنزين جامد مره واحده عشان عايز تجري بيها، هو الار بي ام بيعلى مره واحده بالتدريج، هتبقى في اللحظه ديت وايد اوبن ثروتل وماكسيمم باور واخدها عند ال 1000 ار بي ام وفول لود. بس طبعا مع الوقت هتبتدي السرعه ايه؟ تزيد. بس انت لسه ايه؟ طول ما انت دايس على دواسه البنزين على اخرها انت لسه في الفول لود وايد اوبن ثروتل. تمام؟ طب لو انا قلت لك انا عندي تو انجنز ليهم نفس المين افكتيف بريشر، واحد تو ستروك وواحد فور ستروك، يلا بقول لكم تاني، لو انا عندي تو انجنز ليهم نفس المين افكتيف بريشر البريك مين افكتيف بريشر، واحد تو ستروك وواحد فور ستروك، هل الباور اللي هاخدها من الاثنين هي هي؟ المفروض هي هي. هو انا قلت لك ليهم نفس البريك باور ولا قلت لك ليهم نفس البريك مين افكتيف بريشر؟ هو مش الفي دي ده ما فيهوش الاي دي اللي هي عدد. هو الفي دي هتجيب منه الورك، لو الفي دوت دي هتجيب منه الباور. ايوه انا قلت لك انا عايز مين فيهم اللي ليه اعلى باور ولا مين اللي بيدي ورك في السايكل؟ بالظبط. الاي لما تبقى موجوده
او الـ NR دي ايا كان رمزها ايه لما تبقى موجوده او من غير ما حتى وجودها بالمنطق انا باخد الاثنين ليهم نفس المين افكتيف بريشر، بس واحد بيعمل لي كل لفه كرانك سايكل وواحد بيعمل لي كل لفتين كرانك سايكل، يبقى هاخد من مين باور اعلى؟ اللي كل لفه سايكل، يعني المفروض يبقى تو ستروك دبل الباور بتاعت مين؟ الفور ستروك. بس هل ده فعلا اكشلي بيحصل؟ لا، عشان زي ما اتكلمنا من شويه ان مشاكل التو ستروك ايه اللي فيه شويه لوسز كتيره، تمام. نيجي لحاجه اسمها السبيسيفيك فيول كونسامشن. ايه السبيسيفيك فيول كونسامشن ديت؟ ده الاماونت فيول اللي بحتاج استخدمه علشان اعمل برودكشن ل1 باور يونت. يعني اليونتس بتاعته السبيسيفيك فيول كونسامشن ماس فيول فيول ماس فلو ريت على باور، تمام. يعني انا لو عايز احسب indicated specific fuel consumption او break specific fuel consumption، هل سواء بحسب indicated او break فرقت الام دوت فيول في حاجة؟ ما هو نفس الانجن اللي داخله ام دوت فيول بيطلع جزء indicated وجزء ايه؟ break، وبيطلع جزء friction. يعني ممكن احسب indicated او break او friction specific fuel consumption، اي واحد من دولت هيساوي ايه؟ الام دوت فيول ديت على البريك على الباور اللي عندي، سواء بقى بريك او انديكيتد او فريكشن. اليونتس بتاعتها ام دوت فيول جرام بير اور، تمام، والباور بالكيلو وات فتبقى جرام بير كيلو وات اور، تمام. احنا ليه حاطين اليونت ديت؟ هي مش المفروض الكيلو وات ان هي جول بير سكند؟ والفيول حطوا اشمعنى جرام بير اور؟ يعني ليه مثلا مش كيلو جرام بير اور او جرام بير سكند؟ ليه يعني انا بختار اليونت بالمنظر ده كده؟ هو انا عندي سؤال بسيط، انت لو انت مسافر على طريق سفر وماشي الفيول كونسامشن بتاعك قد ايه تقريبا؟ كل العربيات مختلفه. ايه؟ كل العربيات مختلفه، تمام. افريج يعني افريج على طريق سفر مثلا يا سيدي قول اسوأ حاجه 10 كيلو في اللتر، قصدي 10 كيلو في اللتر، يعني اللتر بيمشيك 10 كيلو، تمام. طبعا في عربيات بتمشيك اكتر من كده بكتير، في عربيات اقل من كده بقى على حسب ايه انت. ناخدها افريج، تنكات العربيه تقريبا كام؟ 40 50 مثلا، افريج 50 لتر. يعني ال 50 لتر دول يمشوك قد ايه؟ 500 كيلو، تمام. اللتر، اللتر الواحد كم جرام؟ على حسب السبيسيفيك جرافيتي بتاعته. سبيسيفيك جرافيتي الجازولين تقريبا كام؟ اخف ولا اتقل من الميه؟ اخف من الميه تقريبا 0.86 0.85 حاجه زي كده. يعني اللتر 850 ايه جرام، تمام. لو انت ماشي على 100 كيلو في الساعه تخلص تانكك ده في كام ساعه؟ 5 ساعات، تمام. يعني اكنك مثلا لو بتستهلك 10 لتر في الساعه، تمام، فان انت في الساعه الواحده بتستهلك كام جرام؟ حوالي 8 كيلو ونص في يعني في الرينج ده كده، تمام. الاستهلاك بتاع العربيات مع الوقت مش كبير، ده وانت ماشي على سرعه المفروض ايه؟ عاليه وثابته. طب لو انت اساسا بتمشي بعربيتك في وسط البلد مشاوير في الزحمه، هو استهلاك بيبقى اعلى بس بتقعد وقت اطول ومسافه اقل. هتلاقي نفسك يعني انت لو قعدت مثلا واقف في اشاره نص ساعه، مش العربيه شغاله وبتستهلك؟ بتستهلك كميات دي اعلى من وانا اصلا بسافر بسرعه. ايوه انا بتكلم في الايدلينج دلوقتي، انت واقف في اشاره اساسا انت ولا حاجة، بيبقى هب وكده ايه بخار يعتبر كده بيستخدم في العربية. فهتلاقي عندك ان انت بقى في السرعات القليلة او انت ماشي في وسط البلد، الدليل على كده مثلا يا شباب ان انت ممكن تبقى بتروح مثلا كليتك
كل يوم بالعربية تمام؟ وبتفول العربية كل قد ايه مثلا؟ كل مثلا اسبوع مثلا ولا حاجة تمام؟ لان بيبقى ماشيك ايه؟ بطيء. الافرج فيول كونسامشن اعلى بس مع التايم اقل بكتير من وانت ايه؟ مسافر. فتلاقي نفسك ان انت بتتكلم لو على على كيلو جرام في الساعة مثلا او كيلو جرام في الثانية ارقام بتبقى ايه؟ صغيرة جدا. فعشان كده بروحنا لمين؟ للجرام. تمام؟ والكيلو وات هي الانجنز المفروض تبقى ريتد هورس باور ولا كيلو وات؟ هي بتبقى متقالة هورس باور تمام؟ بس احنا عارفين ان في كونفرجن ما بين هورس باور وايه؟ كيلو وات. وعارفين ان الهورس باور دي بريتش يونتس والكيلو وات دي اللي هي الاس اي يونتس. وان احنا بنتكلم بجرامز يبقى لازم دي تبقى ايه كلها ايه؟ اس اي. فما بنشتغلش بالهورس باور بنشتغل بالكيلو وات تمام؟ طب هل في علاقة ما بين البريك سبيسيفيك فيول كونسامشن مع سايز الانجن او مع فيما اصح يعني البور دايمتر الانجن؟ وطالما انا حاطط الكيرف وبسالكم فين في علاقه؟ بس ايه بقى؟ ناخد بالنا ان كل ما السلندر بور بيزيد الفيول كونسامشن بيحصل له ايه؟ بيقل. ليه؟ ليه؟ هو كل ما قطر السلندر كبر مش الكومباشن ده بيحصل جوه السلندر؟ ايه الفرق ما بين الانديكيتد والبريك؟ اللوسز اللي بتحصل في النص تمام؟ جوه السلندر ايه اللوسز اللي بتحصل جوه السلندر بالظبط؟ جوه الكومباشن تشامبر ذات نفسها بالظبط. لا هي انا بتكلم وقت الكومباشن بالظبط. لسه ما فيش حاجه اعتبر انه في لحظه الكومباشن ما فيش حاجه لسه اتحركت ما فيش فريكشن. ايه اللوسز اللي ممكن تحصل في الوقت ده؟ هيت ثيرمال. انا مش عندي كومباشن حواليه ميه والانجن اساسا ميتال في راديشن وكونفكشن والانفايرمنت اللي بره صح؟ ف اللوسز دي بتبقى هيت لوسز في الوقت ده. لما السلندر يبقى كبير اللوسز من السلندر وولز للكولنت هتبقى زي ما لو السلندر صغير. لو السلندر صغير اللوسز تبقى ازيد ولا اقل؟ ازيد. لان هو بالنسبه له الـ 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 المساحه اللي يروح لها صغيره. هي مش مساحه الوولز. هتبقى ايه لو الدايمتر بي؟ هتبقى باي بي في الديستانس الارتفاع بتاعها تمام. لما كبر الدايمتر المساحه دي مالها؟ كبرت تمام. لما المساحه دي تكبر هيبقى جزء من الهيت لوسز ديت عايز يطلع للولز وجزء عايز ينزل على البيستون ايه يزقه اخد منه ايه الباور. فكل ما كبر البي كل ما بقلل اللوسز الهيت لوسز من نتيجه من الايه من الكومباشن لمين؟ للولز تمام. طب ايه علاقه البريك سبيسيفيك فيول كونسامشن بالسرعه؟ تعالوا بس احنا مش خدنا علاقه الباور بالسرعه صح؟ وايه العلاقه ما بين الباور والسرعه؟ تزيد وبعد كده ايه؟ تقل. طب هل في علاقه ما بين السبيسيفيك فيول كونسامشن والسرعه والباور؟ مش السبيسيفيك فيول كونسامشن بتساوي الام دوت فيول على الباور؟ يعني ايه علاقه السبيسيفيك فيول كونسامشن مع الباور؟ عكسيه. يبقى علاقه السبيسيفيك فيول كونسامشن بالار بي ام ايه؟ عكس مين؟ عكس الباور. يبقى المفروض هتبقى ايه؟ عاليه وتبتدي تقل وترجع تاني ايه؟
تزيد لانها عكس مين الباور. فعلا بتلاقي على السرعات القليله السبيك فيل كونسامشن بيبقى ايه عالي، يقل ويرجع بعد كده ايه يزيد تاني. عشان كده انت وانت ماشي في وسط البلد على ار بي امز قليله وعلى سرعات بطيئه فيل كونسامشن ماله عالي. لما تطلع على السفر ولو مثبت سرعتك، لو اي على حد فيكم مثبت سرعته على 80 مثلا او 90، شوف الفيول كونسامشن لو عربيتك بتطلع فيول كونسامشن، شوف هيبقى كام. ايه 8 ده ممكن تبقى اقل من كده كمان بكتير. لو على 90 عربيتك ايه رينو ايه ميجان، لا المفروض تبقى اقل من كده شويه. ثبت على 90 لو فيها كروز كنترول، ثبت على 90 وسيبها شويه. شوف اللحظي مش الافريج، شوف اللحظي كام. ممكن هتلاقيها بتتكلم في مثلا في ايه في 5 في 6 حاجه زي كده. اطلع بقى مثلا ل 120 130 لا لا طلعت معاك مثلا ايه ممكن ل 8 9 10 على حسب. اطلع بقى ل 160 تلاقي تطلع معاك 12 13 14 وهكذا. تمام. ادي هنا جمعت لك الكيرف ما بين الانجن سبيد وما بين السبيسيفيك فيول كونسامشن وما بين الباور في نفس الكيرف. اهو تلاقي الباور بتزيد وترجع تقل، وتلاقي السبيسيفيك فيول كونسامشن بتقل وترجع ايه تزيد. تمام. طب البريك مين افكتيف بريشر ايه علاقته بالبريك سبيسيفيك فيول كونسامشن؟ هل في علاقه ما بينهم؟ والله يا شباب طالما انت عندك البريك سبيسيفيك كونسامشن بتساوي ايه، البي اس اف سي بتساوي ايه، ام دوت فيول على بريك باور، والبريك مين افكتيف بريشر بيساوي ايه، بريك باور على الفي دوت دي. تمام. يعني معنى كده البريك باور في الاثنين ثابته. البريك باور بتساوي ايه هنا، مين افكتيف بريشر في في دوت دي، والبريك باور بتساوي ايه هنا، ام دوت فيول على بريك سبيسيفيك فيول كونسامشن. يعني معنى كده المين افكتيف بريشر والفيول كونسامشن مالهم عكس بعض، انفرسلي مع بعض. تمام. اهي نكتبها لك، البريك باور بتساوي بريك مين افكتيف بريشر في في دوت دي بتساوي بريك باور من هنا بتساوي ام دوت فيول على بريك سبيسيفيك فيول كونسامشن. يبقى ايه علاقه البريك سبيسيفيك فيول كونسامشن مع المين افكتيف بريشر؟ عكسيه. تلاقي ان انت كل ما بريك مين افكتيف بريشر بتزيد الفيول كونسامشن ماله بيقل. تمام. تلاقي لو جازولين وديزل، الجازولين اللاين السوليد والديزل اللاين المنقط، مين فيهم اللي اقل؟ الديزل. فيول كونسامشن الديزل اقل من فيول كونسامشن مين؟ الجازولين. تمام. طب علاقة البريك سبيسيفيك كونسامشن مع الاير تو فيول ريشيو والكمبريشن ريشيو، فوقك من الكمبريشن ريشيو الاول، تعال نشوف ايه علاقة البريك سبيسيفيك كونسامشن مع الاير تو فيول ريشيو. ايه العلاقة بينهم؟ عكسية. هي مش عكسية ولا حاجة، هي انفيرتد بل. تمام. ازاي؟ معنى الاير تو فيول ريشيو لما تبقى قليله معنى كده الميكستشر ريتش ولا لين؟ ريتش. يعني كميه الفيول مالها كتير. كتيره. يبقى منطقيا وانا ريتش الفيول كونسامشن ماله عالي، لان انا بدخل كميه فيول كبيره. لما بوصل للاستيكومتريك اللامدا بواحد والاير تو فيول ريشيو الثيوريتيكال، ببقى بدخل كميه فيول على قد بالظبط ايه الاير، وبعمل كومبليت كومباشن، فيبتدي الفيول كونسامشن ماله يقل شويه. طب هل احنا اكشوالي لو انا شغال استايكومتريك واللمضه بواحد كل الفيول بيتحرق؟ لا، لان لا عشان كل الفيول يتحرق لازم يبقى فيه بيرفكت ميكسنج ما بين الاير وايه والفيول، وده استحاله يبقى ايه يحصل. تمام. طب عشان اضمن ان كل الفيول يتحرق بالظبط لازم اعمل ايه؟ ازود سنه هوا شويه، ابقى سنه لين.
تلاقي ان انا بصوا لما بدخل على سنه اللين فيول كونسامشن بيحصل له ايه؟ يقل سنه بسيطه. طب لما بخليه لين اكتر بقى تلاقي فيول كونسامشن يبتدي يزيد. طب ليه؟ لان بلاقي ان لما بدخل كميه هواء اكتر لما يحصل الكومباشن. فاكرين لما كنا بنتكلم عن ادياباتيك فريم تمبريتشر قلنا ان انا كل ما بزود كميه الهواء بيحصل ايه؟ درجه حراره الكومباشن بتقل. فلما درجه حراره الكومباشن تقل الباور اللي باخدها تبتدي ايه؟ تقل. طب انا عايز اخد باور اعلى ابتدي اعمل ايه؟ ادوس على البنزين اكتر ادخل فيول اكتر يبتدي الفيول كونسامشن ايه؟ يزيد. عشان كده بتلاقي الشكل ايه؟ عمال يتغير بالمنظر ده. طب تعالوا نشوف بقى بالنسبه للكومبريشن ريشيو الار. كل ما الكومبريشن ريشيو بتزيد عند نفس الاير تو فيول ريشيو بيحصل ايه الفيول كونسامشن؟ لاين ده 8 9 11 كومبريشن ريشيو. كل ما بتزيد الكومبريشن ريشيو بيحصل ايه للفيول كونسامشن؟ بيقل. ليه؟ الفوليوم بيكبر. ايه؟ الفوليوم بيكبر فالهيت ترانسفير بيقل. الفوليوم ايه اللي بيكبر؟ الفي دي. انا الفي دي ما غيرتوش، الفي دي ثابت. انا اللي بغيره مين؟ الفي سي. انا لو عايز اغير الكومبريشن ريشيو بتاعت الانجن ما اقدرش اغير الفي دي. ليه؟ هو مين اللي بيحكم لي الفي دي؟ لا مش البيستون، الكرانك شافت والكونكتنج رود بتاعه. لو الاثنين دولت زي ما هم ثابتين هل هيتحرك البيستون مسافه مختلفه؟ لا، تبقى هي نفس المسافه. تمام. انما ممكن في ميكانيزمات ان انا بعلي بيها اكن زي اكني برفع الكرانك شافت كله سنه بسيطه فاقوم اقلل مين؟ الفي سي. تمام. لما الفي سي يقل والكمبريشن ريشيو تزيد مش معنى ان انا لما اعمل كومباشن في فوليوم صغير قوي اخد باور اعلى، ولما الفوليوم يبقى صغير قوي تبقى الهيت لوسز مالها قليله فبالتالي اخد باور ايه؟ اعلى. فكل ما الكومبريشن ريشيو تزيد كل ما ده ما ايه؟ ما الباور ايه اللي اخدها تزيد وبالتالي السبيسيفيك كونسامشن يحصل لها ايه؟ تقل. تمام. الكومبشن افشنسي، ايه الكومبشن افشنسي ديت؟ الوقت المتاح عشان الكومبشن يحصل جوه الانجن ماله؟ صغير ولا كبير؟ صغير. تاني نفس الكلام، هي الكومبشن ذات نفسه بيحصل في ستروك كامله ولا في حته من الستروك بس؟ طب اذا كانت الستروك الكامله قلنا يعني ايه التايم 10 ملي سكند ليها، فحته من الستروك يعني بتتكلم ايه 2 3 ملي سكند. هل الكومبشن هيحصل كومبليت وزي الفل في ال 2 3 ملي سكند دولت؟ لا، اكيد في جزء من الباور ايه من الكومبشن ما بيتحرقش كويس. تمام. فالكومبشن افشنسي ديت هي دي عباره عن ايه؟ الهيت اللي باخدها فعليا على الهيت اللي في ايه؟ في الفيول ذات نفسه. تمام. انا حرقت الفيول الام دوت فيول في الهيتنج فاليو ده كده ايه؟ دي المفروض الهيت اللي ستورد فين؟ في الفيول. طب في جزء منها ما اتحرقش كويس كومبليت، ده ضاع مني. اللي خدته فعليا اللي هي الكيو دوت ان ديت، فلما اقسم الكيو دوت ان على الام دوت فيول في الهيتنج فاليو هي دي الايه؟ الكومبشن افشنسي. تمام. الثيرمال افشنسي زي ما قلنا ان هي بتبقى عباره عن ايه؟ عن باور على مين؟ على الكيو ان. والكيو ان ديت اللي هي مين؟ من هنا اللي هي الكومبشن افشنسي في مين؟ في الام دوت فيول في الهيتنج فاليو. طب مش احنا كنا بنقول ان الثيرمال افشنسي هي باور على ام دوت فيول في الهيتنج فاليو على طول؟ صح؟ كنا ساعتها بنعتبر ان الكومبشن افشنسي بكام؟ 100% واحد يعني 100%. تمام. طب لو انا ما جبتلكش سيره الكومبشن افشنسي هتفضل تعتبرها بكام؟ 100%. واحد. لو اديت لك فاليو ليها هتعوض بيها بس هنا ايه؟ في الحته ديت. تمام.
طبعا نفس الكلام اللي قلناه ان كل ما الكومبريشن ريشيو بتزيد، احنا قلنا ان كل ما الكومبريشن ريشيو بتزيد الباور بتزيد والفيول كونسامشن ماله بيقل، يبقى الثيرمال افشنسي هيحصل لها ايه؟ هتزيد طبيعي. الفيول كونفرجن افشنسي دي اخر حاجه وناخد البريك بتاعنا تمام، عشان احسسكم ابتديتوا ايه تفصل. الفيول كونفرجن افشنسي دي عباره عن ايه؟ دي بتتسمى حاجه اسمها الاربيتراري افشنسي، دي عباره عن الثيرمال افشنسي في الكومبشن افشنسي تمام، اللي هي كفاءة تحويل الفيول. يعني ايه كفاءة تحويل الفيول؟ يعني انا خدت ايه من الفيول على قد ايه فيول دخلته. طب انا اللي خدته من الفيول هو ايه؟ باور. والله بقى ممكن انديكيتد ممكن بريك، على حسب انا عايز انه باور فيه. خدوا بالكم انا كل الترمات اللي عمال اتكلم فيها دي لحد دلوقتي كلها تنفع اقول لك احسب لي الانديكيتد او بريك او فريكشن، كلها تنفع. بس طبعا لما اقول لك احسب لي الفريكشن ثيرمال افشنسي هي مش منطقيه. لو احسب لي انا بدخل قد ايه فيول عشان اخد فريكشن قد ايه، فدي مش منطقيه. انما انديكيتد او بريك ده اللي ايه اللي منطقي تمام. فانا الفيول كونفرجن افشنسي هي الباور، خلينا طالما نتكلم على باورز، هي الباور على الام دوت فيول في الهيتنج فاليو تمام. فاللي هو لما نيجي نرتبهم بالايكويشنز اللي فاتت تطلع الثيرمال افشنسي في الكومبشن افشنسي تمام. الجزء اللي دلوقتي اللي هنتكلم فيه حاجه اسمها البرفورمانس مابس. ايه البرفورمانس مابس ديت؟ دي حاجه ان بيبقى عندي خريطه للانجن بيرفورمانس بتاعي بتربط ما بين ثلاثه بارامترز اساسيين، الار بي ام والبريك مين افكتيف بريشر والسبيسيفيك فيول كونسامشن تمام. طبعا البريك مين افكتيف بريشر ده ريليشن للبريك باور، والسبيسيفيك فيول كونسامشن ريليشن للفيول كونسامشن بصفه عامه، ان الاثنين علاقتهم بايه ليهم علاقه بالباور في المعادله بتاعتهم. فاكني بربط الار بي ام بالباور بالفيول كونسامشن تمام. بيبقى عندي الماب عامله كده. لو تاخدوا بالكم اصلا الماب في هنا الانجن سبيد وفوق المين بيستون سبيد تمام، الاثنين اصلا فيهم علاقه ما بينهم وبين بعض، لان المين بيستون سبيد بتساوي ايه؟ ال2 ال ان، والان دي اللي هي الار بي اس، يعني اكنها لو ان بالار بي ام يبقى على 60 تمام. فالاثنين مربوطين ايه ببعض، يعني انا المفروض لو جيت حسبت عند ال2000 يطلع الرقم اللي هو ايه الستة ده تقريبا تمام. طب حاجه زي كده بتتحل ازاي؟ يعني مساله performance maps بتتحل ازاي؟ بيجي مساله عليها، بيجي مساله عليها. مساله عباره عن ايه؟ انت بالاخر شويه الايكويشنز اللي احنا خدناها مين افكتيف بريشر سبيسيفيك فيول كونسامشن في دي في دوت دي كل ايت فوليومتريك افشنسي، كل الكلام ده مرتبط ببعض ولا لا؟ كل ده الكلام ده مرتبط ببعض. فانا ممكن بكل بساطه ادي لك ان الانجن اللي عندي ده شغال على مثلا 2000 ار بي ام تمام، وكان الفيول كونسامشن بتاعه مثلا 290 جرام بير كيلو وات اور تمام، وعايزك تحسب لي مثلا البريك مين افكتيف بريشر قد ايه. هتعمل ايه بكل بساطه؟ الماب هبقى مديها لك، تدخل عند ال2000 فين اللاين بتاع ال290 اهو، لاين ال290 اهو، تدخل عند ال2000 تطلع لحد ما تقطعه ادي النقطه ديت، تروح رايح كده مثلا بقت 400 كيلو باسكال تمام. قلت لك الانجن ده وهو شغال كان البور بتاعه كذا والستروك بتاعته كذا وعدد السلندرز كذا، بكل بساطه منه تقدر تجيب من الداتا دي ايه الفي دي. لو قلت لك احسب لي الباور تعرف تحسبها ولا لا؟ انت مش معاك مين افكتيف بريشر صح، تقدر منها تحسب ايه الباور.
طب رجعت قلت لك احسب لي الفيول كونسامشن مثلا بالكيلو جرام بر اور، فيها مشكله؟ مش انا قايل لك اساسا انه انت شغال على اللاين بتاع الاس اف سي اللي هو ال 290، ومش الاس اف سي بتساوي الام دوت فيول على البريك باور، ومش احنا لسه جايبين البريك باور من هنا، يبقى تقدر تحسب منها الام دوت فيول ولا لا؟ تحسب الام دوت فيول. طلبت منك يا سيدي بعد كده احسب لي الاير تو فيول ريشيو. هي الاير تو فيول ريشيو بتساوي ايه؟ مش ام دوت اير على ام دوت فيول؟ والام دوت اير بتساوي ايه؟ مش بتساوي الرو اير في الفي دوت دي، والفي دوت دي معانا، والرو تقدر تحسبها. حسبت لي الاير تو فيول ريشيو ولا لا؟ حسبت لي الاير تو فيول ريشيو. يعني انت كل الحاجات اللي احنا خدناها ديت نقدر نطلعها من البرفورمانس ماب دي ولا لا؟ نقدر نطلعها من البرفورمانس ماب. طبعا بقى على حسب الانبوتس انت بتحسب ايه؟ اوتبوتس. تمام؟ فكل الكلام ده نقدر كل الايكويشنز اللي فاتت تطبق على ايه؟ على البرفورمانس ماب ديت. البرفورمانس ماب احنا لما بنيجي نشتغل عليها بتبقى هي منظرها كده ايه؟ 2 دي بالمنظر ده كده. انما هي اكتوالي بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى 3 دي ماب بالمنظر ده كده. تمام؟ اللي هي دي متخزنه ال 3 دي ماب ديت متخزنه فين؟ في الاي سي يو بتاعتنا بتاعت العربيه. وعلى حسب بقى احنا في انه نقطه فيها تبتدي العربيه تعمل ايه؟ على حسب السرعه الار بي ام وعلى حسب دوسه البنزين السلوت الفالف مفتوح قد ايه؟ يبتدي يحسب الفيول كونسامشن، الفيول اللي المفروض يطلع بايه؟ قد ايه؟ وعلى اساس الفيول اللي بيطلع ده يبتدي يحسب فتحه الرشاشات تبقى قد ايه؟ تمام؟ ويبتدي على اساسها على حسب احنا الباور اللي مطلوبه قد ايه من الماب ديت يبتدي يعمل اتخذته ان في حاجه اسمها ادفانسنج او ريتاردنج للسبارك. ادي السبارك بدري سنه او متاخر ايه؟ سنه على حسب البرفورمانس اللي عندي. كل ده من المابس بيبتدي ايه؟ يعملها. يعني في العربيه كمبيوتر العربيه ما بيقعدش يحسب كل الكلام ده وقتي. لا ده حرفيا انت اكنك مديله كتالوج كده الماب ديت فيها كل البوينتس الممكنه. الماب دي بتطلع منين؟ وقت الريسيرش، وقت ما انا بصمم الانجن وبختبر الانجن بقعد اعمل كل الاوبريتنج كونديشنز المختلفه وارسم منها المابس ديت، وفي الاخر اروح مديله للاي سي يو بقى ايه؟ المابس ديت. ومن الاخر اقول له ايه؟ انت هتشوف مثلا دوست البنزين قد ايه؟ والار بي ام قد ايه؟ ادخل دور لي دي نقطة ايه؟ وعلى اساس النقطة ديت افتح لي رشاشات مدة معينة. بس. تمام؟ نيجي للجزء اللي بعده اللي هو اخر جزء يعتبر عندنا اللي هو الانجن تشارجنج. الانجن تشارجنج ايه المقصود بيها؟ مقصود بيها ان احنا عايزين نشيل الاكزوست اللي جوه السلندر ونحط بداله ايه؟ تشارج جديده جواه. تمام؟ زي ما قلنا ان احنا عندنا السايكلز 4 ستروك و 2 ستروكس. اي واحد منهم ممكن يا اما يكون يا ناتشرالي اسبريتد يا اما تربو تشارجد. هو الاول بس انا عايز اسالكم سؤال، انتوا عارفين ايه الفرق ما بين التربو والسوبر تشارجر؟ مفيش اي حد يعرف؟ التربو بيبقى هارد باي اكزوست والسوبر بياخد عمود من الفرن. صح. انت في الاخر كده كده انت عندك كومبريسور بتلففه عشان يضغط لك الهواء بضغط ايه؟ عالي. على حسب انت بتشغل الكمبريسور ده ازاي بيتسمى يا تربو يا سوبر تشارجر. تربو تشارجر ان انت الكمبريسور بتحط عليه ترباين بتاخد الاكزوست اللي خارج هو اللي بيلفف الترباين ديت، تقوم انت تلفف ايه؟ الكمبريسور، تقوم تاخد البريشر العالي. السوبر تشارجر ان انا الكمبريسور بيلف بطاره بسير من ايه؟ الانجن. تمام؟ طب انه فيهم اللي افضل؟ ليه؟ مش بياخد باور كامل من الكيكه اللي كان شاطر يلف، بياخد باور من الدايل التربو. هو الاثنين بيسحبوا باور من الانجن اكيد عشان يشتغلوا، مفيش حاجه بتشتغل ببلاش كده. لازم طالما في باور انبوت، يعني الكمبريسد اير ده جاي منين؟ الكمبريسور ده لف منين؟ من
من التربايل، والتربايل دي نفذ منين؟ من الاكزوست. هل تفتكر ان انا لو الاكزوست ده ما كانش فيه تربو تشارجر كان او 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 وجود التربو تشارجر ده غير حاجه في الاكزوست؟ غير طبعا حاجه في الاكزوست، عمل ريزيستنس في سكه ايه؟ الاكزوست. يعني معنى كده الاكزوست وهو طالع هل هيطلع مرتاح ولا هيبقى طالع بضغط؟ هيبقى طالع بضغط. طب مش الضغط ده ده لوسس في الانجنز نفسه؟ لوسس. بس في المقابل انا باخد ايه؟ هواء اكتر، فباخد باور اكتر، فالباور اللي بتطلع بتبقى اكتر من ايه؟ من اللوسس اللي بتضيع. تمام. وحتى لو تربو لو سوبر تشارجر ببلت، طب ما انا برضو الباور اللي طالعه ديت ما انا باخدها منين؟ من الكرانك شافت. احنا قلنا انت اللي كنت نايم تقريبا او ماسك الموبايل حاجه من دي. قلنا التربو تشارجر ده بياخد بيدي باور الكمبريسور عن طريق الاكزوست بيلفف تربايل. السوبر تشارجر سير هو اللي بيتحرك من الكرانك شافت بيلفف الكمبريسور. ايه ده؟ لا بس انا مش عارف ايه اللي انت بتقوله ده. في عربيات مثلا بيبقى في من قدام كده طالع فوق الموتور كده حاجه كبيره زي اللي هو في اللي كان بيبقى في في فاست اند فيوريوس والحاجات دي كلها بيعملوها ده. الفكره كلها لا ده غير التربو تشارجر ده، الفكره كلها هو اكتر. بس ليه؟ ان هو نقل لك الثروت الفالف فوق في الوش. انت لو تاخد بالك لما كان بيدوس على دوسه البنزين لو فاست اند فيوريوس هتلاقي العربيه بتاعت فان ديزل بالذات هي اللي عطوه يعمل فيها كده. لما بيدوس على البنزين ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي البوابات بتفتح ايه في الوش على طول. كل فكرتها ان انت وانت ماشي بسرعه عاليه فالهواء داخل بسرعه عاليه ايه على العربيه، بدل ما انت الهواء الطبيعي بيتسحب منين؟ تحت العربيه. بيبقى عندك الفلتر والفلتر ده بيسحب بالسكشن يروح داخل على ايه؟ على الموتور جوه. لا انا استفدت من سرعه العربيه وضغط الهواء اللي عليها من قدام ان هو يدخل لي كميه هواء ايه اكتر، يقوم التربو لما يشتغل يطلع ضغط ايه اعلى فاخد باور اعلى بس مش اكتر. تمام. طب انا امتى استخدم السوبر تشارجر او التربو تشارجر او اي حاجه ولا مش فارقه معايا؟ او ايه اللي خلاني ان انا ممكن في عربيه احط سوبر وفي عربيه احط تربو؟ بالظبط الكلام ده صح. بس في ميزه في التربو تشارجر، عشان كده التربو تشارجر هو اكتر حاجه اساسا موجوده في العربيات مش السوبر تشارجر. في السرعات القليله ار بي امز القليله، لو انت مثلا على 1000 ار بي ام وجيت تدوس على البنزين على طول عشان عايز ايه بوست عاليه، الار بي ام بيعلى في قد ايه؟ بياخد وقت. طب لو انت سوبر تشارجر وسير هو اللي بيلفف الكمبريسور، السير هيبقى بيلف بسرعه مين؟ كرانك شافت اللي هي القليله، فالبوست هيبقى قليل ولا لا؟ هيبقى قليل. انما لو تربو تشارجر وعلى سرعه قليله لما انت دوست على دواسه البنزين انت عملت ايه؟ زودت كميه الهواء جامد والفيول جامد، فالاكزوست ابتدى ايه؟ راح زايد. حتى وانت على سرعه قليله فانت زودت كميه الهواء والفيول فزودت كميه الاكزوست فابتديت تطلع بوست على سرعات ايه؟ قليله. انما في السرعات العاليه اوريدي الكمبريسور بيلف بسرعه مين؟ الكرانك شافت، فبياخد هو لفه بسرعه عاليه فمطلع بوست عالي مش لسه مستني انه يجمع ايه الباور. عشان كده في عربيات الريسنج في اوقات بيبقى موجود الاثنين تربو وسوبر تشارجر. السوبر تشارجر بيشتغل في السرعات العاليه والتربو تشارجر في السرعات ايه القليله. تمام. طبعا احنا قلنا الانجن تشارجنج ده ان انا بشيل الاكزوست وبحط بداله فريش تشارج.
كفاءه البروسيس ديت، كفاءه ان انا اشيل الاكزوست واحط بدلها فيش تشارج، دي اللي بتتسمى التشارجنج افشنسي. تمام؟ ايه ده؟ هتلاقوا الفونت مش نازل على التابلت، مش مشكله. طب انا مش فاكر كان ايه اللي مكتوب هنا. ثانية واحدة. في الجزء ده بس راح اقول لكم اللي مكتوب. يعني التشارجنج افشنسي اللي هي عباره عن ايه؟ قلنا اللي هي يعني دي اللي تشارجنج افشنسي. افشنسي دي بتساوي ايه؟ دي بتساوي الاكتوال فريش اير ماس على الثيوريتيكال اير ماس. تمام؟ اللي هو انا الكميه الفعليه اللي دخلت كام على الثيوريتيكال كام؟ الثيوريتيكال ده اللي هو مين؟ لا لما نحسبها حسبتها في ايه الثيوريتيكال ماس ديت؟ اللي هي الرو اير عند الستاندرد كونديشنز في الفي دوت دي او في دي على حسب نتكلم على ماس ولا ماس فلوريت. تمام؟ طب التشارجنج افشنسي ديت لو انا فور ستروك هتبقى هي التشارجنج افشنسي هي الفوليومتريك دي فوليومتريك تبقى هي الفوليومتريك افشنسي. لو تو ستروك هيبقى ليها تعريفين او حاجتين، حاجه اسمها الدليفري ريشيو وحاجه اسمها السكافنجنج افشنسي. تمام؟ التشارجنج افشنسي والدليفري ريشيو هم يعتبروا نفس الحاجه. تمام؟ ممكن تبقى الفاليو بتاعتهم اقل من واحد او اكتر من واحد. اقل من واحد واكتر من واحد امتى؟ احنا مش قلنا ان اي انجن واي سايكل ممكن تبقى يا اما ناتشرالي اسبريتد يا اما تكون تربو تشارجد. لو ناتشرالي اسبريتد يبقى انا بسيب الانجن هو اللي يسحب الهواء بالفاكيوم بتاعه العادي. تمام؟ طالما انا بسيبه يسحب بالفاكيوم بتاعه العادي الايدل ان يكون كامل الافشنسي الايدل واحد ان هو يسحب الكميه اللي تملاه كامل. بس احنا قلنا مشاكلنا ايه واحنا شغالين نتيجه الوقت القليل؟ ما بيلحقش، فهيبقى الافشنسي مالها اقل من الواحد. تمام؟ طب لو الانجن اساسا تربو تشارجد او سوبر تشارجد، يعني هو مش محتاج اساسا انه يدخل بالسكشن، لا ده انا الهواء اللي بعته اصلا بعته ايه؟ مضغوط، يعني مدخل كميه اكتر من مين؟ من الثيوريتيكال، لان الثيوريتيكال محسوبه على اساس ايه؟ على الرو اير عند الستاندرد كونديشنز اللي هي ال 25 ديجري سيليزيوس وال اتموسفيريك بريشر. طالما مدخل ببريشر اعلى يبقى الماس الاكتشر بتاعت الاير هتبقى اعلى ولا اقل من الثيوريتيكال؟ تبقى اعلى، لان البريشر بتاعها اعلى فالدنستي بتاعتها ايه؟ اعلى. فهتلاقي ان التشارجنج افشنسي او الدليفري ريشيو دولت لو سوبر تشارجد هيبقى مالها اكبر من واحد، ان انا مدخل ماس للهواء اكتر من الثيوريتيكال ماس اللي عند الريفرنس كونديشنز. تمام؟ طب ايه الفاكتورز اللي بتاثر عندي على الانجن تشارجنج؟ اول حاجه الفيول تايب. تمام؟ طبعا لو الفيول جاز او ليكويد تفرق. تمام؟ مين اللي بيقدر يتحرك اسهل لو هو جاز ولا هو دروبلتس؟ اكيد جاز افضل، هيبقى الميكسنج مع الاير افضل ويتحرك افضل. طبعا بيفرق في الانجن تشارجنج الفيول تو اير ريشيو. تمام؟
بيفرق الميكسينج تمبريتشر اللي هو بيتسمى الهيتينج افكت. طب حد يقدر يقول لي التمبريتشر بتفرق ازاي؟ جاي يبقى اللي جوت يبقى طالع سخن ويخش على الاسف ريش اير ساعة ايه؟ ايه؟ خش على البيتش لما بقى على اللي بيجي هعرف يميكس احسن مع الوايت اسف لير. حلو ماشي، ده لو التمبريتشر زادت. يعني معنى كده ان التشارجنج انجن التشارجنج هيبقى افضل لما درجة الحرارة تزيد؟ لحد معين. طب ايه بقى اللي يمنعني او ايه الحد المعين بتاعي ده؟ يعني معنى كده ان انا ممكن ادخل التشارج من البدايه وهي سخنه قرب الاوتو اجنيشن اساسا طالما هي اقل منها. انت عايز تقول ايه؟ انت اهم حاجه نسيتها وانت بتتكلم في الكلام ده كله اللي زميلك بيقوله الاير دنسيتي. هو الدنسيتي ايه علاقتها بالتمبريتشر؟ ده انت مش عارف الرو بتساوي ايه اساسا؟ نسيها ما شاء الله. الرو بتساوي بي على ار تي. كل ما التمبريتشر تزيد الدنسيتي يحصل لها ايه؟ تقل. معنى ان الدنسيتي بتقل يبقى الماس الاكشوال اللي داخله بيحصل لها ايه؟ تقل. يعني فوليومتريك افشنسي يحصل لها ايه؟ هتقل. يعني التشارجنج افشنسي هتقل. يبقى كل ما التمبريتشر زادت كل ما الافشنسي بيحصل لها ايه؟ هتقل. طب الكمبريشن ريشيو دي تأثر لي على التشارجنج ولا لا؟ ازاي؟ يعني لو زادت الكمبريشن ريشيو التشارجنج افشنسي تزيد ولا تقل؟ عندها حاجتين دول بعض. ايه هم؟ بريشر وتمبريتشر. مين؟ الميكس والبريشر. الميكس امتى؟ وقت التشارجنج ولا وقت الكمبريشن؟ وقت الكمبريشن. هل اثرت على التشارجنج؟ لا. انا عايز التمبريتشر وقت الكمبريشن تزيد طبعا، بس عايزها وقت التشارجنج تكون ايه؟ قليله. عشان كده انا لما يبقى عندي تربو تشارجر انا بحط انتر كولر بعده. انتر كولر ليه؟ عشان ابرد الهواء. الهواء لما بيتضغط درجه حرارته بتزيد. طب انا ايه بقى يا فرحتي ان انا زودت ضغط الهواء ودرجه حرارته فالدنستي ما زادتش؟ لا، انا ابرد الهواء عشان درجه الحراره تقل والضغط يكون زاد يبقى الدنستي ايه؟ تزيد. طب الكمبريشن ريشيو، لو انا قللت الكمبريشن ريشيو تمام، مش معنى كده ان الانجن وهو بنازل من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر هيبقى كأنه بيعمل سكشن عالي؟ معنى ان الفي سي صغرت، يعني الحته اللي فوق اللي البيستون ما بيطلعلهاش مالها ايه؟ صغيره جدا. يعني البيستون هو نازل يعمل الانتيك بينزل مسافه كبيره جدا يعتبر تقريبا مسافه البيستون كامله وهو نازل، يبقى السكشن ماله؟ عالي. يبقى يدخل كميه هواء اكتر ولا لا؟ يبقى التشارجنج افشنسي مالها؟ هتزيد. طب الانجن سبيد تفرق في التشارجنج؟ اعتقد انا لسه قايل الكلام ده من شويه. انا ماليش دعوه، انا بتكلم بصفه عامه. ايه علاقه السرعه بالتشارجنج؟ بالظبط، انا عمال اعيد وازيد ان الوقت المتاح للتشارجنج كل ما السرعه تزيد الوقت ماله بيقل. يبقى كل ما السرعه تزيد التشارجنج افشنسي يحصل لها ايه؟ تقل. وده بيتسمى التشوكينج افكت، ان اكن الانجن بيبتدي يتخنق مش قادر يسحب الهواء اللي ايه؟ اللي محتاجه. مع السرعه العاليه حرفيا بيتخنق، انا مش قادر اسحب كميه الهواء اللي تشغلني. فانا بوصل لمرحله بسحب كميه هواء ان انا اكن بني ادم بياخد نفسه كده بينهج، مش قادر ان هو ايه؟ يشتغل بالفول افشنسي بتاعته. حاجة تانية ممكن تأثر لي في التشارجنج الانتيك والاكزوست فالف ديزاينز. كل ما الانتيك فالف والاكزوست فالف ديزاينز يبقوا ستريم لايند اكتر وما يعملوش ايدي لوسز في الدخول والخروج، كل ما يبقى سهل بالنسبة لي ان انا اطرد الاكزوست وان انا ادخل
اللي تشارج الجديده في الانتيك. تمام. الفالف تايمينج اللي هو بيتسمى الباك فلو افكت. احنا لما اتكلمنا في الفور ستروك انجن مش قلنا ان بيجي علينا وقت بيبقى فيه اوفرلاب الانتيك والاكزوست فالف مفتوحين؟ صح. معنى كده لو الاوفرلاب دي كانت طويله ايه اللي هيحصل؟ اللي داخل الانتيك جزء من الانتيك ممكن يطلع اكتر في الاكزوست، واساسا ممكن فعلا والبيستون نازل هو بيعمل فاكيوم يروح سحب جزء من الاكزوست عامل فيه ايه؟ برجعه للانتيك. كل ده يعمل لي ايه في التشارجنج افشنسي؟ يقللها. في حاجات اسمها كوازي ستاتيك افكتس، دي شويه فاكتورز بتاثر على الفوليومتريك افشنسي من غير ما يكون ليها دعوه بسرعه الانجن. زي ايه؟ حاجه اسمها الفيبر بريشر. تمام. ضغط الفيبر بريشر بتاع الفيول اللي موجود عندي، عندي فريكشن افكت في التشارجنج، بس مش الفريكشن بتاع الانجن، ده الفريكشن اللي ما بين موليكيولز الهواء وهي داخله وهي معديه في الانتيك مانيفولد وهي معديه على الانتيك فالف وهي معديه على الانتيك على السروت الفالف لحد ما تدخل جوه مين؟ الانجن. كل دي فريكشن ما بين موليكيولز الهواء وما بين الوولز بتاعت الكلام ده كله. عشان كده المفروض يكون دايمترز الحاجات دي كلها ايه؟ كبير، عشان اقلل الفريكشن ما بين ايه؟ الهواء والوولز. تمام. وعندي حاجه اسمها الرام افكت. الرام افكت ده اللي هو ايه؟ نرجع للتوقيتات اللي احنا قلنا، وقت الاستروك الواحد قد ايه؟ مثلا 10 ملي سكند لو على 3000 ار بي ام. مثلا الانتيك فولف بيفتح في قد ايه؟ مش لازم يفتح في بدايه الاستروك بالظبط، يعني مثلا قدامه ملي سكند عشان يفتح وعشان يقفل، قدامه مثلا ملي سكند هي كمان. طب لو كان عند 6000 ار بي ام هيبقى نص ملي سكند عشان يفتح ونص ملي سكند عشان ايه؟ عشان يقفل. تخيلوا حاجه بتفتح في نص ملي سكند وبتقفل في نص ملي سكند، هبده الفالف عامله ازاي؟ عشان يقفل فتحته في نص ملي سكند هيهبد هبده ايه؟ جامده. وعشان يفتح في نص ملي سكند هيعمل ايه؟ هبده جامده. الهبدات دي كلها بالانرشيا بتاعته كل ده بيأثر على الانرشيا بتاعت مين؟ بتاعت الهواء اللي داخل والتشارج اللي داخله او الاكزوست اللي خارج. فكل ده بيأثر لي في ايه؟ في التشارجنج افشنسي عندي. الكيرف ده بيبين لنا انا الايديال عندي ان تبقى الفوليومتريك افشنسي بكام؟ 100%. طب انا فين الاكتوال لاين بتاعي بتاع الفوليومتريك افشنسي اللي هو السوليد لاين ده؟ ده الاكتوال لاين بتاع الفوليومتريك افشنسي. بص بقى بيقل ازاي من ال 100%. اول حاجه بيقل نسبه اللي هي قلنا الكوازي ستاتيك افكتس، دي قلنا حاجات مالهاش دعوه بايه؟ بالسرعه. فالاكس اكسس عندي اللي هو المين بيستون سبيد او مقابل ليه الار بي ام. الكوازي ستاتيك افكت دي هل بتتغير مع الار بي ام؟ دي ثابته. عندك اللي تشارج هيتنج، كل ما الار بي ام بتزيد احنا قلنا كل ما السرعه بتزيد الهيت لوسز بيحصل لها ايه؟ بتقل، لان الوقت اللي بيحتاجه الهواء علشان يبرد او يسخن او ينقل الهيت بيحصل له ايه؟ بيقل. فتلاقي الهيت اللي تشارج هيتنج مع السرعه العاليه بتبقى الافكت بتاعها ايه؟ كان عالي في السرعات القليله وبقى قلت في السرعات ايه؟ العاليه. عندنا في الفلو فريكشن اللي هو اللاين ده، الفلو فريكشن مش ده قلنا ده الفريكشن ما بين الهواء والوولز؟ طب كل ما السرعه تزيد مش معنى كده ان المفروض الهواء بيمشي اسرع؟ يبقى الفريكشن ماله؟ السرعه
يا عم ده احنا قلنا انت بتدفي ايدك ازاي. صح. كل لما السرعه تزيد ايوه الله ينور عليك كل لما السرعه تزيد الفريكشن ايه يزيد. فتلاقي ان على السرعات القليله الفريكشن ماله افكت ماله قليل ومع السرعات العاليه يبتدي ايه يزيد. نيجي للتشوكينج افكت. احنا قلنا التشوكينج افكت ان كل لما السرعه تزيد يبتدي يحصل ايه ما بيلحقش ان هو ياخد كميه الهواء ايه الكافيه بتاعته. فتلاقي عشان كده التشوكينج افكت اللي هو اللاين انه اللي هو اللاين ده اللي هو دي اللاين ده على السرعات القليله تلاقي ايه قليله ومع السرعات العاليه التشوكينج افكت ايه بيزيد. برضو الرام افكت اللي هو ده في السرعات القليله هو خد بالك هو لما يبقى عالي يعني كان ان هو الافشنسي اعلى يعني افضل في السرعات القليله لان في السرعات القليله الفالف بيفتح وبيقفل في وقت اطول شويه فالرام افكت بتاع الانيرشيا بتاعته تبقى ايه اقل من السرعات العاليه. تمام عشان كده نلاقي ان اقل فوليومتريك افشنسي في سرعات ايه عاليه لان متاثر عليها بالكوازي ستاتيك افكتس متاثر عليها بالتشارج هيتنج متاثر عليها بالفلو فريكشن متاثر عليها بالتشوكينج متاثر عليها بالرام افكت كل حاجه مأثرة عليها. تمام هنتكلم دلوقتي على السكند قصدي التو ستروك انجنز. ده خلاص كده يعني ايه اخر موضوع هنتكلم فيه يعني التو ستروك انجن. احنا قلنا التو ستروك انجن ما فيهوش حاجه اسمها فور ستروكس العاديه لا انتيك ولا كومبريشن ولا كومبسر ولا اكزوست هو سكافنجنج وايه واكزوست بلو داون. تمام السكافنجنج ديت اللي بيحصل فيها وقت ايه الانتيك. فبين ان احنا بنتكلم على التشارجنج فهتتسمى سكافنجنج التشارجنج بتاع التو ستروك بيتسمى سكافنجنج. السكافنجنج افشنسي هي التشارجنج افشنسي اللي هي كفاءه خروج الاكزوست ودخول انتيك جديد. تمام مشكله التو ستروك اللي احنا قلناها ايه اولا انا ما عنديش سيبرت ستروك للانتيك ولا سيبرت ستروك ليه للاكزوست بيبقى عندي وقت الانتيك بورت والاكزوست بورت الاثنين ايه مفتوحين فممكن يحصل عندي ميكسينج وجزء من الاكزوست يطلع مع الانتيك قصدي جزء من الانتيك يطلع مع الاكزوست وجزء من الاكزوست يفضل جوه مع الانتيك. تمام ده اللي بيخلينا ان احنا بنعرف تعريفين في التو ستروك. اول واحد اللي هو الدليفري ريشيو ده الدليفري ريشيو ده اللي هو بيساوي الماس بتاعت الفريش تشارج الديليفرد على الريفرنس ماس الريفرنس ماس اللي هي الماس بتاعت اللي هي الرو في الفي دي بس الرو اللي عند ايه عند الريفرنس كونديشنز اللي هي قلنا ايه اللي هي 25 ديجري سيلسيوس والبريشر اتموسفيريك. مش ده نفس تعريف التشارجنج افشنسي في الفور ستروك هو هو الماس الفريش تشارج ديليفرد. انا ليه قلت ديليفرد دي اللي ده المفروض اللي اتبعتت جوه الانجن ممكن تكون ديت اكبر من الريفرنس ماس لو تو تشارجد او اقل لو هي ايه ناتشورال اسبريتد عشان كده الدليفري ريشيو ممكن تبقى اكبر يا اقل من مين من الواحد. تمام طب كلمه ان انا قلت ديليفرد وكنت كاتبها هنا بالاحمر ديت تفرق في حاجه الديليفرد ديت اللي هي جت منين دي اللي دخلت من الانتيك بورت جوه مين الكرانك كيس تحت. تمام هل هي كلها بقى فضلت جوه الانجن جوه انا ما اعرفش. فعشان كده بنعرف السكافنجنج افشنسي اللي هي الماس بتاعه الفريش تشارج الريتيند الريتيند يعني ايه
يعني اللي تحافظ او اللي موجوده جوه مين الكومباشن تشامبر على التوتال ماس انترابد جوه السلندر، اللي هي توتال ماس انترابد جوه السلندر اللي هي مين اللي هي الام الفريش تشارج زائد الام الريزيديوال بتاعه مين الاكزوست، تمام، اللي هي فعلا الريتيند زائد الاكزوست. لا السكافنجنج افشنسي، بص ما نلخبطش بين الدليفري ريشيو والسكافنجنج افشنسي. دليفري ريشيو ايه المقصود بيها؟ انا بعت كميه هواء قد ايه مقابله للثيوريتيكال، تمام. انا بعت مثلا انا شغلت ناتشرال اسبريتد مع شويه لوسس، فانا باعت مثلا الدليفري ريشيو 9 من 10، تمام. انا باعت 90% من الريفرنس ماس. طب انا تربو تشارجد انا باعت مثلا 1.25 الريفرنس ماس، تمام. طب بقى الواحد وربع دولت قعد منهم قد ايه جوه؟ ما اعرفش انا دولت بعتهم جوه الكرانك كيس. طب دولت بقى طلعوا ازاي؟ هل كلهم دخلوا جوه وقعدوا ولا جزء منهم طلع مع مين؟ مع الاكزوست، ولا الكميه اللي داخل ديت ما قدرتش تطلع جوه؟ هي ممكن تكون كلها قعدت جوه بس ما قدرتش تطلع ايه كل الاكزوست. فانا عايز اعرف السكافنجنج افشنسي، السكافنجنج بروسيس. احنا قلنا السكافنجنج ديت اللي هي ايه؟ شيل الاكزوست القديم وحط تشارج جديده. فانا عايز اعرف نسبه الهواء الفريش تشارج الريتيند اللي جوه السلندر قد ايه من التوتال ماس اللي جوه السلندر. التوتال ماس اللي جوه السلندر بقى اللي هي ايه؟ الفريش تشارج الريتيند زائد الريزيديوال اكزوست اللي ما قدرتش مين اطلعه، تمام. طب احنا قلنا ان نتيجة ديزاين التو ستروك انجن جزء بيهرب من الانتيك وجزء من الاكزوست بيفضل مستني. طب هل في طريقة ان انا احسن بيها الكلام ده؟ عندي ثلاث انواع من السكافنجنج: كروس فلو ولوب ويوني فلو. ايه الفرق ما بينهم؟ الكروس فلو ده اللي هو الطبيعي اللي احنا شفناه لحد دلوقتي بتاع التو ستروك انجن، ان انا عندي الهواء بيدخل من جنب بحط له ديفليكتور من هنا انه يخليه يطلع لفوق ويزق لي الاكزوست يطلع من الناحيه الثانيه، تمام. الطريقه ديت من منظرها كده كميه الاكزوست اللي ممكن تتبقى تبقى قد ايه؟ كبيره. وكميه التشارج اللي ممكن تطلع تبقى ايه؟ تبقى كتيره برضه، تمام. فدي بيبقى ريزيديوال ماس تقريبا بتبقى 15% من الاكزوست، والسكافنجنج افشنسي بتبقى ايه؟ قليله. طب في اللوب سكافنجنج انا عملت ايه المره دي؟ خليت التو بورتس فوق بعض. دلوقتي الهواء وهو داخل اسهل حاجه ليه؟ يعني هل سهل جدا ان الهواء يغير الدايركشن مره واحده كده ويطلع؟ لا، هيحتاج وقت عشان يغير الدايركشن. فهتلاقي ان هو ايه يبتدي يطلع يزق فوق الاول وبعد كده ايه يطلع من الناحيه الثانيه، فبديله وقت اطول ان هو يلف جوه مين السلندر. فبالتالي كميه الاكزوست اللي هتتبقى هتبقى قد ايه؟ هتقل شويه، وهيبقى السكافنجنج افشنسي هيحصل لها ايه؟ هتزيد شويه. بس برضو مهما كان انا لسه هيحصل عندي احتمالية كبيرة ميكسنج ما بين الفريش تشارج وما بين الاكزوست. هيحصل ميكسنج بس الحالة التالتة ديت اللي هنشوفها اللي بتاعت اليوني فلو ديت انا قللت الميكسنج على قد ما اقدر. ازاي؟ ان انا خليت زودت بقى المرة دي ايه؟ فالف اكزوست، وخليت الانتيك كله منين؟ من تحت، بحيث ان الانتيك وهو داخل بيعمل ايه؟ بيزق الاكزوست كله ايه؟ لفوق. هيحصل ميكسنج وهيبقى لسه عندي ريزيديوال ماس حوالي 5% بس قللتها من 15 لايه؟ ل 5%. وعملت ايه في السكافنجنج افشنسي؟ علتها. بس معنى كده ان انا طالما عندي فالف يبقى لازم احط هنا ايه؟ كام شافت. يبقى هكبر الانجن ولازم احط بقى تشين او بيلت ما بين الكرانك شافت وما بين الكام شافت، وهتبقى الدنيا توسع ايه؟ مني، تمام.
في التو ستروك احنا قلنا ان انا عندي في حاجة اللي هي الديليفري ريشيو وحاجة التانية اللي اسمها ايه السكافنجينج افشنسي. ايه علاقة الاتنين دول ببعض؟ والله على حسب الاسامشن اللي انا بعمله ايه. احنا قلنا ان احنا الاكتوال اللي بيحصل جوه التو ستروك ايه، جزء من الفريش تشارج بيزق الاكزوست وجزء بيعمل ميكسنج مع ايه، مع الاكزوست. تمام. الاسامشنز اللي ممكن نعملها اتنين، يا اما حاجه اسمها بيرفكت ديسبيسمنت يا اما بيرفكت ميكسنج. بيرفكت ديسبيسمنت يعني ايه؟ يعني اكن الهواء الفريش تشارج والاكزوست ما بيحصلش اي ميكسنج ما بينهم وما بين بعض، حرفيا اكن حتتين خشب وده بيزق التاني. تمام. فالبيرفكت ديسبيسمنت او البيرفكت سكافنجينج ان انا معناها ان الهواء اللي داخل بيعمل ايه، بيزق الاكزوست يطلعه بره. يعني معنى كده انا لو الدليفري ريشيو بتاعتي نص، معناها ايه الدليفري ريشيو بتاعتي نص؟ ان انا مدخل نص الريفرنس ماس. يعني ايه نص الريفرنس ماس؟ يعني نص الماس اللي تملى مين، السلندر. تمام. طب معنى النص الريفرنس، انا مدخل نص الريفرنس ماس وانا فارض بيرفكت ديسبيسمنت، يبقى معنى كده ان النص اللي دخل ده طلع مكانه ايه؟ نص الاكزوست. طب يبقى السكافنجينج افشنسي، مش السكافنجينج افشنسي هي الماس الهواء الريتيند اللي هي نص على الماس التوتال اللي هي نص ريتيند زائد نص اكزوست. يعني بقت السكافنجينج افشنسي والدليفري ريشيو قد ايه؟ زي بعض هما الاثنين. تمام. ده لو الدليفري ريشيو اقل من كام؟ من واحد. يعني انا شغال ناتشورالي ايه، اسبريتد. طب لو انا بقيت شغال تربو تشارجد، الدليفري ريشيو هتبقى قد ايه؟ اكبر من الواحد. ولو انا بتكلم على بيرفكت ديسبيسمنت، معنى كده ان انا لو الدليفري ريشيو اكبر من واحد، يبقى معنى كده ان كل الهواء اللي هيدخل هيعمل ايه في كل الاكزوست اللي موجود؟ هيطلع كل الاكزوست اللي بره. هتبقى ساعتها السكافنجينج افشنسي بتساوي ايه؟ واحد وربع. لو الدليفري ريشيو كانت واحد وربع، لو الدليفري ريشيو كانت واحد وربع، السكافنجينج افشنسي تبقى بكام؟ ما ينفعش تبقى اكبر من واحد، لان السكافنجينج افشنسي عباره عن ايه؟ عن الفريش تشارج اللي دخلت على الفريش تشارج زائد الريزيدوال. طب لو انا بيرفكت ديسبيسمنت يبقى انا طلعت كل الريزيدوال، يبقى الريتيند هو ايه اللي فوق هو اللي تحت، فهتبقى السكافنجينج افشنسي بكام؟ واحد. يبقى انا لو انا شغال على البيرفكت ديسبيسمنت والدليفري ريشيو اكبر من واحد، يبقى السكافنجينج افشنسي بكام؟ واحد. عشان كده هتلاقي الكيرف اهو بتاعها طالعه، طول ما هي طالعه كده الدليفري ريشيو قد بالظبط مين؟ السكافنجينج افشنسي في البيرفكت ديسبيسمنت، لحد ما اوصل لواحد. حتى لو الدليفري ريشيو زادت السكافنجينج افشنسي بكام؟ بواحد. طب البيرفكت ميكسنج، في البيرفكت ميكسنج انا بفترض ايه؟ انا بفترض ان بدخل اللي تشارج مع الاكزوست قبل ما اي حاجه في الاكزوست ايه تطلع، وبخرط الاثنين كلهم على بعض. تمام. وبعد كده اطلع يعني ما يقابل ماس الاكزوست، بس الماس اللي طلعت ديت هل دي اكزوست بس؟ دي ميكس ما بين تشارج وما بين ايه، اكزوست، ما بين هواء قصدي، اي هواء واكزوست. تمام. فمعنى كده لو الدليفري ريشيو قليله السكافنجينج افشنسي هتبقى مالها، اقل ولا بتساوي الدليفري ريشيو؟ تساوي. لا واحد نقطه، هتبقى اقل منها. ليه؟ انا لو مدخل يا شباب، تعالوا نحسب الارقام. لو انا مدخل الدليفري ريشيو بنص، حلو، فانا دخلت نص، انا الارقام دي تقريبيا طبعا، نص على الواحد بتاع الاكزوست اللي كان موجود، بقت الماس كلها كام؟ واحد ونص. رحت انا مطلع منهم كام؟ واحد بتاع الاكزوست. تمام. اللي اتبقى بقى ايه؟ نص
على 1.5 فهتلاقي ان الفاليو ايه اقل حتى من مين؟ من الدليفري ريشيو، من اللي انا كنت مدخله اساسا. تمام. علشان كده في البيرفكت ميكسينج السكافنجنج افشنسي بتساوي 1 ماينس اي باور ماينس الدليفري ريشيو. تمام. هل عمرها في البيرفكت ميكسينج بتوصل للسكافنجنج افشنسي الواحد؟ لا، عمرها ما هتوصل للواحد، لازم هتبقى على طول اقل من ايه؟ من الواحد. لان انا معتبر على طول ان بيحصل في اي حاله بيحصل ميكسينج ما بين الاير وما بين ايه؟ الاكزوست. تمام. الاكتوال بقى اللي بيحصل، هل البيرفكت ديسبيرسمنت بيحصل؟ هل البيرفكت ميكسينج بيحصل؟ بيحصل ميكسينج ما بينهم. فبتلاقي السوليد لاين اللي في النص ما بينهم ده هو ده يعتبر الاكتوال ايه؟ لاين. تمام. ما بين دي وما بين دي. تمام. في اي سؤال يا شباب في الكلام ده؟ تمام كده احنا خلصنا ايه المحاضره بتاعتنا.